اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. النهارده اول يوم نلتقي بكم يعني على الهواء مباشره في ميعادنا الجديد بين الجمعه الساعه 7 مساء. يا رب يكون ان شاء الله يكون فيه خير، وكل دايما بيبقى فيه تغيير ودايما بنقول يا رب خير. وطبعا يوم الجمعه ده من احب الايام ومن افضل الايام عند ربنا سبحانه وتعالى، ودايما بيبقى فيه الخير والبركه. فيا رب يكون يعني ان شاء الله مكتوب لنا فيه الخير والبركه، ويكون التغيير ان شاء الله او تغيير الميعاد ده يكون باذن الله تعالى عايد بالخير علينا وعليكم يا رب العالمين. في حلقتنا اللي فاتت كنت بتكلم مع حضراتكم عن انتشار الحملات اللي كتير، طبعا حملات دلوقتي بقت كتير قوي على مواقع السوشيال ميديا، وخاصة لما تكون في حملة العنوان بتاعها أو التايتل بتاعها يعني الفكرة يعني شاذة شوية غريبة شوية، أو عامة أي حاجة موجودة على مواقع السوشيال ميديا، موجودة على اليوتيوب، موجودة في كل مكان، على القنوات الفضائية، على أي من قطاعات الإعلام، مجالات الإعلام، حاجة تكون فيها غريبة، يعني حاجة تكون غريبة أو شاذة أو فيها سسبنس إثارة، فتلاقيها بتجتمع الناس حواليها بسرعة وتنتشر انتشار النار في الهشيم زي ما بيقولوا. لكن لو حاجة ليها أهداف إيجابية، ليها فكر مثلا بتستهدف شيء مثلا نوع من البناء، نوع من إزاي نبني إزاي نعمل، تلاقيها تمر مرور الكرام ولا حس ولا خبر. ربنا يعافينا ان احنا بقينا في الفتره دي يعني في الاونه الاخيره دي كلها بقينا عندنا يعني بننحو نحو هذه الافكار الهدامه، وان احنا قد ايه ممكن اي حاجه تكون فيها كده تلاقي الناس تجتمع حواليها بسرعه، وتلاقيها ليها رد فعل كبير، وتلاقيها نسبه مشاهدتها عاليه جدا. برضو مع تطور السوشيال والتطور التكنولوجي، وان الناس قد ايه بقت الحاجات دي بسرعه بسرعه بسرعه، الغريب واللي انت دايما بيستوقفك هو ليه بقينا كده، خاصة الأجيال اللي طالعة جديدة بقت هي ده دايما عندها نزوح ليها، أو بمعنى عشان أنا مثلا كلامي فيه كتير من اللغة العربية فأقول بالكلام العامي أفضل شوية، يعني عندها نوع من يعني ده بيستملها أكتر، بتحب ده أكتر، تحب الحاجات دي يعني تجذبها أكتر. ففي الفترة الأخيرة بعد ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن حملة خليها تعنس، وبعدها ردوا عليها حملة تانية ده كان من مجموعة من الشباب كده، رد عليه مجموعة من الفتيات قالوا خليك قاعد جنب أمك، يعني قلنا طالما وزننا الابتذال فطريقة الرد لازم هتكون لهذا التدني وهكذا. وينتشر الابتذال وينتشر التدهور الأخلاقي، وينتشر معاني كتيرة قوي بقينا نفتقدها بإن إحنا بنبتدي ننحدر مع التطور التكنولوجي، وتحت مسمى الحرية الغير مفهومة قواعدها بالشكل السليم بدأنا تنتشر حملات وصفحات وهكذا، وتلاقي الناس زي ما قلنا بتجتمع عليها. فتلاقي مثلاً بدأت في صفحة تتعمل اسمها ثورة المرأة، وعليها حوالي 70,000 مشتركة من الدول العربية، من مصر والدول العربية، وحركة نساء أو حركة لفتيات في الأعمار ما بين الثلاثينات والعشرينات، وسموا نفسهم الفيمينيست. أنا مش حابة أتكلم عنهم كتير، كأني مش حابة أن أنا أكون بقول ده فيكون في حد مش عارفهم فكأننا بنعمل ليهم دعاية، ولكن استوقفني ان احنا نتكلم برضو كنوع من الوعي والمعرفة، وان مثلا لو في حد يتابع لازم يكون في متابعة لأولادنا والبناتنا ونشوفهم بيشوفوا ايه وبيفكروا في ايه، بدل ان احنا سايبين لهم يعني الجهاز ده اللي بقى في ايد كل حد، مش شرط الايباد او التاب او الموبايل. الموبايل اللي عليه اشتراك نت وبقت سهل جدا، كل الموبايلات عليها الاشتراك النت، وسهل ان انا ادخل بشكل بسيط وسريع جدا على اي من اوقات ممكن اشوف يعني افكار او حاجات غريبه تستهويني فادخل اشوف فانسحب. وما ادراك، يعني انا لسه سمع حكايه غريبه من حد يعني اعرفه كويس جدا، واستغربت ان بقى دلوقتي بقت في احتيال على الاطفال كمان، يعني احتيال على الاطفال، ان ممكن حد يدخل الاطفال دلوقتي معاهم الموبايلات دي، فحد يخش يقول لهم انا هعمل لكم كذا اعمل لكم كذا، فيخلوا يعني اكتشفت حاجه
لسه اللي هي سامعاني طبعا هتستغرب اللي انا بقولها، بس بتكلم في ان المفروض يتم البلاغ عن الاشخاص اللي زي كده. عندنا جرائم كتيره قوي على مواقع السوشيال ميديا وعلى الانترنت، المفروض يكون في وقفه جاده من الدوله تجاهها، ان يكون في شخص او بعض الاشخاص تستغل الاطفال في العمر الصغير اللي هو ما قبل حتى سن المراهقه، وان هو يتقال لهم كذا ويخليهم الاطفال دي تجيب له فلوس عشان هنعمل لك كذا وهنعمل لك قناه وهنشهرك وهنعمل كذا. فالولد هيجيب فلوس منين؟ بيضطر ان هو ياخد من ورا مامته وباباه، بيصل لحد ان هو يسرق مامته وباباه عشان يجيبوا للشخص ده فلوس، الشخص ده ياخد الفلوس دي وخلاص، واتنصب على الاطفال دي على كده. فعلمنا الاطفال ودخلنا في دايره ان ممكن اولادنا تسرقنا، وربنا يعني فعلا بجد يعني ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لا نكتفي بلا حول ولا قوة إلا بالله وبالدعاء ونقول ربنا يعافينا، لازم من الرقابة، رقابة الأهل أولا وثانيا وثالثا ورابعا لحد عاشرا، وبعدين رقابة الدولة. إن أنا لما أشوف جريمة زي كده لازم أروح يكون في بلاغ يعني قانوني وحاجة قانونية تتاخد ضد يعني هذه الأشخاص اللي ممكن يتاجروا كمان بأخلاقيات أولادنا. حركة الفيمينست اللي أنا بتكلم عليها دي اللي أنا قريت عنها، ما دخلتش بصراحة شفت صفحتهم، يعني أنا زي ما قلت لهم قبل كده أنا مش من هواة الفيسبوك أو مواقع السوشيال ميديا، إلا بس في الشغل إن أنا ممكن أدخل أشوف شغل بس، لكن مش من هواته أبدا يعني، والحمد لله إن ربنا معافيني يعني. فإن الصفحة دي عاملينها بيدعوا فيها لأفكار غريبة شوية، مش غريبة شوية، غريبة خالص يعني، غريبة يعني كل الشويات اللي ممكن تعتبروها. وأفكار دي بتدعو الفتيات لكل ما هو غريب عن مجتمعنا وعن ثقافتنا وعن أدياننا، مش فقط الدين الإسلامي، عن كل الأديان، الثلاث أديان اللي هو يعني إيه، إن هم بيتكلموا عن الحرية المطلقة اللي موجودة في الغرب، اللي هي موجودة عند بعض الناس في الغرب، مش كل الغرب، اللي هم ما عندهمش أصلا لا يدينوا بدين، يعني هم ناس ممكن تكون كل اللي بنتكلم عليهم دول لا يدينوا بدين، أو حتى لو في منهم بيدين بدين وشايف إن دي حرية، إن البنت تعيش حياتها طب بالشكل الطبيعي، وإن هي تعيش بلا زواج، وإن هي تكون ويكون في دعوة للسنجل ماذر، يعني تكون أم، يعني ممكن من حق الأم، من حق البنت إن هي تنجب دون زواج، وأفكار تانية كتيرة جدا. أنا من حقها إن هي ما تلبس الحجاب، أو طبعا تلبس الحجاب أو ما تلبس الحجاب، دي حريتها، ولكن لا تنكره، يعني مش هندخل في الشرع، يعني زي الحركة الناس اللي طلعت وقلعت الحجاب وعملت ده مش عارف ايه وكتاب، وطلع كده زوبعة على بدأت الناس كلها تتكلم فيها، هو حجابها لا هيضيف للإسلام ولا قلع حجابها هيقلل من الإسلام، ولا ربنا سبحانه وتعالى مستني منا يعني عبادتنا، ولا مستني ولا ده يعني ولا يعني حاشا لله، ولا ربنا يعني ده هيخليه يفتقد شيء، يعني حاشا لله طبعا، يعني تأدبا مع الله احنا حرام نقول كده. هو كله في الاول لينا احنا، احنا التزمنا بما شرع الله او لا نلتزم. انا قلعت الحجاب في لحظه ضعف، في نوع مثلا من الافكار اختلت او كذا، ولكن يعني اعلم جيدا ان انا لازم هلبسه ان شاء الله قريب، واقول يا رب اهديني، خلاص عفى الله عنا وربنا يعافينا ويعافيها. ولكن لا تدعو إذا كانت السيدة أو البنت ما تطلعش تدعو إن ما فيش حاجة اسمها حجاب أو كده، ده هو بقى النوع اللي احنا ممكن نقف ضده. أما هي قلعته لأي سبب من الأسباب نقول ربنا يعافينا ويعافيها، هي بقى قلعته يعني ودعت للفجور أو دعت للإنكار، فده اللي احنا ممكن إن احنا يعني نقف أمامه، إن احنا نستوقفها ويكون في ما يرد عليها، أو الأزهر يرد عليها، أو فتوى من دار الإفتاء ترد عليها. تعالوا بقى نرجع ليه اللي هو اللي انا بقول لكم عليه، ان احنا يعني اذا كان في افكار وتلاقي الناس بدا يعني انها جمعت بسرعه عليها 70,000 فتاه وبنت وسيده، وان هم كلهم مؤمنين بالافكار دي، وان من حق المراه، وان الاديان السماويه تظلم المراه، وان المراه تابعه للرجل، وان الرجل ان المراه ان هو مش من حقها، مش من حق المجتمع ان هو يحاسب المراه، ومن حقها ان هي يكون ليها حريتها في جسدها، او يكون ان هي تقدر تتعايش بالشكل اللي هي عايزاه، حتى ان هي لو هتقص شعرها زي الراجل، او ان هي تدخن او تشرب في المقاهي كذا او كذا. افكار كتيره قوي قوي قوي، وكلها افكار شاذه، وهم لا يعوا، يعني هم ما عندهمش المعرفه الحقيقيه بالاديان السماويه. وان كنت بتكلم عن الدين الاسلامي، فرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء خيرا،
ورسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد ما قال استوصوا بالنساء خيرا في حديث شريف آخر النساء شقائق الرجال. وإزاي يعني ربنا أوصى بالنساء وأسماهم القوارير، وآيات القرآن كلها التي توصي بحق النساء. مش معنى إن يكون في اختلاف في يعني في ما بين الرجل والسيدة، ربنا سبحانه وتعالى كرم الرجل وكرم المرأة، هو كرم الإنسان، وكل من كل من الرجل والمرأة ليه حقوق وليه واجبات. اختلافنا الفسيولوجي والبيولوجي بين الرجل والست هو اللي ربنا وضع عليه الرجل يكون فين والست تكون فين. الست مثلا يعني اذا كانت هي تقدر تحمل وتلد وتربي، الراجل هو بيشتغل وبيعمل كذا وكذا، والراجل هو اللي ممكن مثلا يعني ليه مثلا لو فكرنا مفيش يعني كل الانبياء من الرجال، ليه في 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 حاجات معينه لا تصح الا للرجال، هي البنيه بتاعته كده وربنا خلقه بالشكل ده وربنا خلق المراه بالشكل ده. ولكن ده لا ينقص من حق المراه في شيء، ولا يعني يدعو ان احنا نقول ان الاديان ظالمه، لا ده فكر مختل، فكر فيه شيء من النزوح والجنوح بشكل يعني ما تفهمش يعني شكل جامح ده ورائي او محتاج او مين بيعمل ده عشان يدخل في الثقافه المصريه والعربيه ويدخل يخرب في عقول النساء والفتيات بحيث ان هو يفهمهم لا خليكي حره وخليكي كالمجتمعات الغربيه. يعني لو الست عايشه العربيه في مجتمع غربي بتلتزم بدينها بثقافتها زي ما كانت، وده لا يقلل من شانها، يبقى انا مش هعيش هنا في المجتمع العربي بالافكار بتاعه الغرب اللي انا يعني شايفه ان هي لا تناسبنا وان هي اصلا فيها خلل، يعني اختلاف يعني خلل في الانساب في حاجات كتيره قوي قوي قوي، يعني بغض النظر عن شرحها دلوقتي، ولكن انا حبيت اعلق في عجاله او يكون اعرج لهذا الموضوع بحيث ان انا انبه الاباء والامهات، حتى لو بناتكم كبار في الثلاثينات، حتى لو البنات دول يعني شايفين ان هي لا يعني ما تستسلموش قوي او ما تثقوش قوي، كون الثقه الكبيره العمياء اللي انا سايبه، لا حاول تحاور بنتك، يعني اذا كان اب او ام يحاور بنته ويشوف هل هي فعلا بتشوف الحاجات دي، بتسمع رايها ايه في الحاجات اللي زي دي، حسبما يعني. او طبعا احنا يعني نتخوف من ان يكون في بنات او فتيات تنزلق لهذا المنحدر، وان هي فعلا يعني الافكار السامه دي تدخل في دماغها وتشوف ان ده حاجه حقها وحياتها وان هي حره. لا هي دي مش حريه خالص، يعني هما فاهمين الحريه بشكل خاطئ جدا، وان الحريه ربنا ادالك الحريه، ربنا ادى الست والراجل الحريه ولكن مشموله بقوانين احنا ماشيين عليها، الرولز الربانيه اللي ماشيين عليها اللي هي بتدي لك حقك برضو في الاول وفي الاخر. ربنا يعافينا يا رب، ويعني اتمنى ان احنا دايما نكون واعيين لاطفالنا اطفالنا اولا، اتمنى ان احنا ما نسيبش لاولادنا التليفون الموجود معاه ده، الجهاز الخطير اللي هو دلوقتي بقى يدخل على كل انحاء العالم دون رقابه. وبعد ما اتاكد من حاجه لازم ادخل واتعامل بشكل في نوع من الحنكه والفطنه، وان انا ازاي اتعامل مع ابني لان ممكن الافكار السامه دي تكون دخلت في راسه، ازاي اقدر اتعامل معاها وازاي يكون في اقناع ان الافكار دي غريبه وشاذه ومتطرفه علينا يعني كمسلمين او مسيحيين او يهود حتى، او ان احنا نكون كعرب بغض النظر يعني افكارنا ان احنا بنحترمها، وكل دوله ليها ثقافه بتحترمها وليها معتقدات قديمه بتحترمها، يبقى من احق لنا ان احنا ما نيجي نتناقش مع اولادنا بناتنا وكل الاجيال اذا كانت بنت او ولد، فتيات مراهقه، فتيات كبيره، بنات كبيره، حتى لو يعني الخوف ان ممكن تكون اصلا في سيدات تدخل في هذا المنحدر. ربنا يعافينا جميعا يا رب، ويسلمنا جميعا يا رب، ويعافينا ويعافي اولادنا وبناتنا يا رب العالمين. تعالوا بقى ندخل في حلقتنا النهارده. احنا طبعا انتوا شفتوا في حلقتنا اللي فاتت لما نزلنا في مع بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي وبنك الطعام علشان كنا بنكمل حملتنا دفى الشتاء، والنهارده برضو بنكمل حملتنا دفى الشتاء. وبصراحه يعني كل مره يعني بكون متاكده قد ايه ان انا ببقى مبسوطه قوي ان وبتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلل خطانا. كل اللي احنا كنا بنشتغل عليه من 5 سنين بدا يتفاعل دلوقتي بالتعاون مع أجهزة الدولة دلوقتي، يعني فده في نوع من كأن في حد بيدعم خطاك. عفوا.
فدلوقتي مثلا بقت معانا تنزل أجهزة الدولة، ينزل محافظات، تنزل معانا وزارات، نفس اللي احنا كنا بنشتغل عليه من 5 سنين بدأنا نعمله ونحصده دلوقتي بالتعاون مع الأجهزة والقطاعات دي. فدي شيء كويس جدا، مش ان هم يعني عفوا، لا اقصد ان هم مشوا ورا يعني اتجاهاتنا واهدافها، ولكن الاهداف اللي هي موجوده من الاول بدات الدوله تنظر اليها وتعيد النظر اليها وتبتدي ان هي تفعلها، وده احنا كنا ماشيين فيه لوحدنا كده بقالنا 5 سنين. احنا النهارده برضو كنا بنكمل حملتنا دفع الشتاء ونزلنا محافظه البحيره، وبصراحة يعني محافظ البحيرة اللواء هشام هامنة كان متعاون معانا من الأول، لما نزلنا قبل كده وجات لنا استغاثة ونزلوا على طول حلوا المشكلة تقريبا تاني يوم على طول. والمرة دي هم نزلوا معانا علشان نوزع بطاطين، حوالي 400 بطانية في قريتين في مركز النبارية، كانت قرية سيدنا سليمان وقرية بلال بن رباح. ونزلنا مع المحافظة، والجميل كان في الموضوع ده حاجة، احنا كان قبلها كان الدنيا برد قوي بيوم، بعد كده تاني يوم الدنيا كانت لطيفة شوية الحمد لله. ورحنا هناك كان الشيء اللي كنت حاسه ان هو فيه اختلاف وان احنا ان شاء الله نحرز فيه خطوات كويسه قوي، ان احنا لما نزلنا كان معانا مديريه التضامن الاجتماعي وده كويس قوي. تاني حاجه معانا ممثلين من محافظه البحيره. تالت حاجه معانا الناس. كنا نازلين الهدف مش ان احنا نوزع البطانيه، الهدف ان احنا نسمع الناس، ومعانا مسؤولين من هنا ومن هنا فنقدر نوصل الجهات دي. صحيح محافظ البحيرة بيقعد مع الناس كل اسبوع بيسمع شكواهم، ولكن التجمع الكبير اللي احنا كنا فيه مع ان الناس حاسة بقى ان هي هتطلع في قدامهم كاميرا مصر احلى، وان هم يقدروا يتكلموا براحتهم عن كل مشاكلهم زي ما طلعنا قبل كده عملنا استغاثة والمشاكل اتحلت على طول، فكانت كأنها الفرصة الذهبية اللي احنا نجمع كل الاطراف وان احنا نسمع مشاكل الناس ونحلها في وقتها، ونجمع هنا وهنا وهنا ونودي كل المشاكل دي لمديرية التضامن الاجتماعي ومحافظة البحيرة. مشكورين كلهم يعني بصراحة، كانوا موجودين معانا وسمعوا فعلا وكانوا متجاوبين معانا جدا، وخدنا كل مشاكل الناس. وهتشوفوا معظم مشاكل الناس بتتمحور في رصف الطرق، عدم وجود مثلا وجود مدرسين، او مثلا ازاي هم يظبطوا عندهم هناك الكائنات موجودة، مستشفى موجودة، مثلا نادي موجود، مدرسة موجودة، ولكن كعادة كل الأماكن اللي احنا نزلناها اللي بتفتقر للتنمية مش موجود فيها البشر اللي هم بقى يديروا العملية دي كلها. دايما زي ما بنقول البشر هي اللي بتدير العملية التنموية، عايزين الكوادر اللي موجودة، عايزين مدرسين، عايزين أطباء، عايزين ملعب يتعمل الأولاد يقدروا ينفسوا فيه ويقدروا يلعبوا ويقدروا يكون في عندهم نادي زي أي حتة موجودة في مصر. احنا سمعنا الناس وسمعنا كل مشاكلهم وقضينا معاهم يومنا الحمد لله. وعلى فكرة الناس هناك كريمة جدا، يعني اتذكر ان احنا بعد ما خلصنا تقريرنا فكان في احد سكان القرية هناك راجل ربنا يبارك فيه، اللي هو صمم ان هو كلنا نقعد معاهم بعد التصوير، ان هو يعزمونا على الغداء، وصمموا وما كانش ينفع ان احنا نمشي الا ما نقعد وناكل معاهم، وكلنا معاهم عيش وملح وقعدنا نسمعهم برضو، وربنا يبارك فيهم كلهم على قد كل الناس هناك على قد ما هي بتبقى ظروفهم كده، ولكن بيبقوا ناس طيبين جدا وكرمة جدا، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف تقريرنا، وان شاء الله بعد التقرير النهارده عندنا وقت كويس ان احنا برضو نستقبل فيها مداخلات حضراتكم، وعندنا لسه تقرير تاني. تعالوا نطلع فاصل ونشوف تقريرنا. احنا النهارده في محافظه البحيره تحديدا في مركز ابو المطامير، جايين النهارده لقريتين تحديدا، قريه سيدنا سليمان وقريه بلال ابن رباح. علشان ايه؟ علشان يمكن في كل سنه في حملتنا اللي هي حمله دفع الشتاء، كل سنه بننزل بنوزع على القرى الاكثر احتياجا، بنوزع عليهم في الشتاء البطاطين. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، خلينا نفتكر مع بعض، لما بننزل اي قريه لتوزيع او اي مكان ما في مصر لتوزيع مثلا
الأغذية الشهرية أو الزاد الشهري أو كرتونة الطعام أو البطانية أو أي المشابه أو ملابس الشتوية، ده مؤشر على إن هنا في المكان ده هو الأكثر احتياجا. مش القضية إن إحنا نوزع البطانية، اللي إحنا بنشير خلي بالكم المكان ده فعلا محتاج كتير جدا. يمكن القريتين دول تحديدا يعد من القرى الأكثر فقرا في محافظة البحيرة، ويمكن علشان كده دايما احنا بندور على الأماكن اللي هي أكثر احتياجا أكثر استحقاقا وبننزل فيها. الجميل النهاردة ايه؟ الجميل النهارده ان احنا في تعاون بيننا وبين محافظه البحيره، هي اللي مقدمه البطاطين ربنا يبارك فيهم 400 بطانيه، وبين التعاون ايضا بين وزاره التضامن الاجتماعي علشان هم اللي بحثوا الحالات كلها. كل ما بننوع المؤسسات والاجهزه والقطاعات اللي هي ممكن تكون دعم لينا واللي هي ممكن تكون مشاركه لينا في التنميه، كل ما بتوسع الدايره اكتر واكتر. يمكن بعد مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وكل المؤسسات موجودة في مصر من خلال مبادرة حياة كريمة، تم التفعيل زيادة، وده يمكن اللي بننادي بيه بقالنا أكتر من 5 سنين، والحمد لله ان احنا دلوقتي ماشيين مع اتجاه الدولة كلها بتنادي بيه، فاحنا كنا ماشيين بفضل الله تعالى ماشيين صح. ولكل ما يكون التفعيل اكتر كل ما هيكون الدايرة اوسع وكل ما نوصل لناس اكتر. احنا النهاردة نازلين القريتين دول بالذات يمكن عشان نقول لحضراتكم خلي بالكم المناطق دي محتاجة اكتر، نقول للمؤسسات المجتمع المدني القرى دي والناس اللي موجودة هنا محتاجين اكتر. خلي بالكم الاحتياج مش لما يكون الاحتياج بطانية، ما يكون اسرة ما عندهاش بطانية في البرد ده. الحمد لله النهارده الجو مشمس شويه، الايام اللي فاتت كلها كانت ايام برد جدا جدا، واحنا جايين الصبح بدري كانت الدنيا برده برد قوي، دلوقتي الحمد لله الشمس طلعت والحمد لله يعني في شويه دفى، وده كويس جدا ان شاء الله ربنا يا رب يعني يجعل مصر كلها دفى. جايين النهارده علشان نشوف الناس ونسمع لهم ونشوف احتياجاتهم، مش فقط ان احنا يعني ان احنا نقدم لهم حاجه ونمشي او نقدم لهم هديه بسيطه ونمشي، لا احنا محتاجين نسمع لهم. ويمكن لما ناس كتيره تسمع معانا يعرفوا ان هي دي الاماكن اللي احنا بنشير اليها خلي بالكم هنا الاكثر احتياجا والاكثر فقرا والاكثر استحقاقا. جايين هنا نسمع للناس ونحاول بقدر الامكان نقدم لهم هديه بسيطه جدا مقدمه من محافظه البحيره. ربنا يبارك يا رب في كل اللي بيشارك معانا، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نفرحهم ونسمع لهم، وبعد ما نسمع لهم نحاول ان احنا نشارك مع بعض وننفذ زي عادتنا دايما. احنا بنيجي مش فقط بنسمع لكن بنحاول بقدر كده بقدر الامكان ان احنا نقول الاماكن دي فعلا محتاجه كذا، ونعمل ده بمشاركه كل الناس اللي هي حابه تشارك معانا وتتعاون معانا في رفع مستوى المعيشه الاماكن دي، وازاي يكون في تنميه في الاماكن المستحقه في مصر. تعالوا معانا النهارده نشوف اهالينا اللي موجودين في قريتين سيدنا سليمان وبلال ابن رباح، وان شاء الله يا رب النهارده نقدر نقدم لهم حاجه بسيطه ونقدر نفرحهم ونقدر نسمعهم قدر الامكان ونقدر نعمل لهم حاجه ان شاء الله في المستقبل القريب جدا. تعالوا معانا نشوف. زي ما قلنا كده احنا في القريه بدء وصلنا لقريه سيدنا سليمان، وطلعنا اول ما جينا لقينا اهالي القريه واقفين عايزين يتكلموا. زي ما قلنا احنا جايين النهارده علشان نسمعهم مش علشان نوزع بطانيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف على الحاج خميس السيد مجاد ابو سن. يا حاج ابراهيم قول لي، احنا اولا كنا فقراء ماديا، احنا فقراء خدمات ومش فقراء نفسيا ولا معنويا، تمام؟ احنا الحمد لله في بلد كويس ماشي. الوحده الصحيه، وحده صحيه بقى لها 19 سنه مبنيه وقالت السقوط، ما فيش واحد دخل فيها عنده في الناس البرد. ينفع؟ ما ينفعش طبعا. الوحده الصحيه هنا تبعد عند ايه؟ انا تبعد 200 متر من متر، ولكن ما فيهاش اي خدمات. انا نطلب من سيادتك بس تصوير الوحده الصحيه، رجاء استحلفك بالله تصور الوحده الصحيه. انت تقول لي ايه اللي انت محتاجه فيها، انت قول. انا 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 غفير معين من شركه مساهمه البحيره اللي هي بنيه القريه دي، تمام، وباخد مرتب من هناك عشان احرس المستشفى. المستشفى فيها ايه؟ المستشفى مشكلتها كلها ان الجهاز بتاع مدينه النبراء ما استلمهاش من مساهمه البحيره. تمام، مساهمه البحيره لها مستحقات، فقالوا احنا مش هنستلمها بالطريقه دي، احنا عايزينها تتعدل. مساهمه البحيره عشان تعدلها عايزه تزلها وتبنيها من جديد، فطبعا تكلفه جامده. تمام؟ فخلاص لا خلاص كده الموضوع انتهى، انا عايز لها غفير يحرس شبابيك ويحرس بيبان ويحرس لمؤاخذه. وايه سابها واقفه على هي يعني عامله بس. وسرقه بقى.
تمام وباظت وكده. طب احنا بنروح ادم اقرب حته، وطبعا مش امكانيات مش جامده، واللي معاه ماديات بيروح النبريه. تمام مساء. اقرب مستشفى ليكم في النبريه. انا 25 كيلو من هنا. عشان خاطر احنا بس لو في واحد فينا مريض، والله في ناس هناك حصلت لها زايده ماتت، والله حول ولا قوه الا بالله. ماتت مرات السيس اللي كانت هن، والله ماتت عشان يسعفوها يودوها لحد هناك ماتت. احنا نفسنا نبقوا زينا زي اي قريه. يعني انتوا في المستشفى موجوده ولكن قايله للسقوط، هل موجود فيها اجهزه؟ وخاصه موجود ما 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 حد بس واحد يتكلم. احنا دلوقتي بنسمن اولا، بنشكركم اولا على حضوركم، وبنسمن مجهود السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، بس احنا بنقوله بنظره رحمه، عاوزين نعيشوا زينا زي اي قريه، ادم فيها قريه، اليشا فيها قريه، عاوزين تبصوا لنا بس بصه ان احنا بنقول لك في ناس والله ماتت هنا عشان قطع حصل لها عمليه الزايده، على ما وصلوا المدينه والله مات، والله توفى. المشكله عاملين لكم المستشفى ولكن ما زالت وقف. المجهود اللي احنا بنترجاكم فيه تعملوا لنا المستشفى. القريه هنا فقيره او الاكثر فقرا في البحيره. لا في المدارس عندنا، احنا عندنا مدرسه 6 فصول فيها مدرس ونص، كان فيها 3 مدرس ونص. ازاي يعني؟ واحد عامل عمليه وفي دماغه واخد عمل خفيف، ليه عمل خفيف، والاثنين عربي، وكان معاهم اخت ثانيه مدرسه. ان كل الاماكن اللي احنا نزلناها اللي هي فعلا بينقصها الخدمات، والاماكن النائيه كل اللي نزلناها في مصر، ان مشكلتها حتى كمان في القوى البشريه. يعني ممكن يبقى في مدرسه، ممكن يبقى في مستشفى، ولكن لا يوجد اطباء، لا يوجد مدرسين. هل ده هنا ده موجود هنا؟ موجود بالفعل، والاستاذ محمد العدو مدير الاداره بقاله 3 سنين بيشغلنا ان في تعيين عقودات جايه، وطبعا دي ما فيش ولا عقودات ولا شفنا حاجه، بقالنا 3 سنين. بس بسال سؤال الناس هنا، السؤال الاول نكمل موضوع المستشفى، والسؤال الثاني هنا اهل القريه بيشتغلوا في ايه، وليه القريه هنا تعد من القرى الاكثر فقرا والاكثر احتياجا؟ ماشي يا فندم، احنا في نسبه معينه فقير، يعني فلنفترض 35% فقر، تمام، او اكثر بشويه. ماشي، لا ماشي تمام. احنا مشكلتنا احنا ما عندناش نادي، وعندنا لعيبه محترمه جدا، ما عندناش مستشفى، الميه بسيطه جدا. مستشفى في خلاف بينها وبين الجهات، يعني اختلاف الجهات خلوها عامله زي البيت الواقف، وقفت ولازم تنبني من جديد يا فندم. تمام، اتفضل يا باشا، اتفضل. انا محمد عبد القادر مسعود، رئيس الوحده المحليه لقرية صديق الجديد. طبعا قريه سليمان من القرى الخريجين، المشكلة اللي عندهم فعلا من قرى الخريجين تبع المراقب الطيبة تبع هيئة التعمير. المشكلة فعلا الأساسية هنا الوحدة الصحية، وأنا كمان من معاهم عانيت، بعت للمراقبة اللي هي اللي تبعها المبنى ده تبع هيئة التعمير على أساس يسلموني المبنى ونسلمه للمحافظة وإحنا نتكفل بيه. للأسف برضه ولا حياة لمن تنادي. المشكلة إن الأرض هنا كلها تبع هيئة التعمير. طب المشكلة دي عشان تتحل بتاعت الوحدة الصحية. بس الوحدة الصحية. ثواني بس، ثواني ثواني، إحنا عايزين أنتوا كأهالي القرية، أنتوا الأدرى، يعني بيقول لك يعني أنتوا الأدرى بكل ما مش عامة زي ما قال. طيب أنتوا شايفين الحل المشكلة، تروح فين علشان تتحل؟ المحافظة يا باشا عشان تسلم المحافظة. أيوه عشان تتحل حل جذري، لأن الأماكن كلها والمباني تبع الهيئة التعمير. تسلم من الجهة الأخرى اللي هي معاندة مع المحافظة. هيئة التعمير، هيئة التعمير والتنمية الزراعية. ماشي يا فندم، ده يبقى حل جذري. محتاجين تنسيق ما بين وزارة الإسكان، صح كده؟ وزارة الزراعة. إيه اللي دخل وزارة الزراعة في الوحدة الصحية؟ هي حضرتك هيئة التنمية الزراعية، هيئة التعمير والتنمية الزراعية تابعة لوزارة الزراعة. إيه يعني أنا مش فاهمة حاجة، ما هو تشابك واختلاف وعدم التنسيق بين الجهات هو اللي عامل لكم المشكلة دي. في حاجة كمان، يعني مش ده كمان، المبنى الموجود تبع برضه تبع هيئة التعمير. أنا ما نقدرش كمحافظة نعمل حاجة في حاجة مش تبع ولاية. يعني اللي أنا فاهماه من حضرتك إن إحنا محتاجين تبقى نطلق قيادة المحافظة بحيث إن يبقى عندها الاختصاصات اللازمة والصلاحيات إن هي تكون دي تابعة ليها حتى يتم تشغيلها. بالظبط يا فندم، تتنقل ولايتها للمحافظة، وبعد كده الخدمات كلها تبقى تمام إن شاء الله. اتفضل. بيننا وبين المدينة النبري 25 كيلو، ال 25 كيلو فيهم 20 كيلو اللي يصلحوا العربية تمشي عليه. احنا اصلا الطريق فعلا كان صعب، احنا جايين طريق صعب. ماشي ماشي يا باشمهندس، ماشي ماشي يا باشمهندس، ماشي يا باشمهندس. باشمهندس رئيس مجلس مدينة، مهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير. احنا الاول حضرتك بتشرفتنا هنا في محافظة البحيرة، وطبعا توجيهات معالي الوزير سيادة اللواء هشام امنه بينقل التحيات لاهالي القريه.
ودي اختار تم اختيار القريه دي من القرى الاكثر احتياجا. فخامه السيد الرئيس الجمهوريه طبعا سعادتك عادرة ان هو بيهتم اهتمام كبير جدا مع الوزير المحافظ بنفس الاتجاهات. عندنا هنا قريه سيدنا سليمان، انا شايف رئيس القريه قال لحضرتك بالنسبه لموضوع المستشفى، بالنسبه لموضوع المستشفى وافتقار الخدمات، ولكن في نقطه هامه حضرتك بقى اللي تجاوبني فيها. اتفضل يا فندم. هما هنا نسبة الفقر قد ايه في القرية دي؟ يعني لو احنا عاملينها بالنسبة المئوية يكون النسبة اللي هما ممكن تكون منتجة قد ايه والفقر؟ 45%. 45%. نسبة الفقر 45%. بالنسبة للحاج اتكلم بالنسبة لموضوع الطريق، الطريق ده حطيناه في الخطة السنة دي لأن هو مسافة كبيرة فعلا، وأنا زيارت مرة واثنين ثلاثة والحاج قابلنا مرتين وكان موجود معايا وقابلني وفعلا حطيناه في الخطة وعرضنا معايا الوزير المحافظ سيادة اللواء هشام أمنة وفعلا تم إدراجه في الخطة إن شاء الله الرصف. وبالنسبة هنا احنا بالنسبة لقرية سليمان احنا شغالين هنا بقالنا فترة، تم رفع القمامة الموجودة في نطاق القرية وكان الحاج موجود والناس الأهالي موجودة. صحيح صحيح، وأنا يعني اسمحوا لي، من لم يشكر الله لم يشكر الناس، فاحنا بنشكر ربنا ان فعلا اللواء هشام امنه تعاون معانا تعاون مثمر جدا، وفعلا لما جت لنا مشكله ان كان في القمامه يعني اطنان تقريبا في يومين الحمد لله تم ازالتها وتم رصف الطريق، وان شاء الله باذن الله تعالى هنيجي تاني وهنشوف هنشوف كل الحاجات اللي هتتم، احنا معاكم هنشوف ده باذن الله تعالى لما يتم الرصف ولما يكون في حل لمشكله الوحده الصحيه، وده الاهم وده الاهم باذن الله تتحل باذن الله. الوحده الصحيه بالنسبه للوحده الصحيه هننسق دلوقتي، احنا بعتنا خطابات بالنسبه للتنسيق في مع الزراعه هذا التعمير، هنتابع الموضوع ده متابعه جيده وهتعرضها مع الوزير المحافظ وان شاء الله باذن الله هيكون بالنسبه المجهود بالنسبه لموضوع الصحه كله. وحتى المساله وصلت لمجلس الوزراء بان يكون في مثلا طلب عاجل بان القريه دي في احتياج شديد ويتم التنسيق بين الجهات المعنيه، ده اللي احنا عايزينه. اهم حاجه يعني اهم حاجه يكون المواطن هنا احتياجه للعلاج باذن الله. لا ان شاء الله ان شاء الله حضرتك دلوقتي احنا بنعرض على معالي الوزير المحافظ وهو يعني في ثانيه بيأشر تأشيراته، وانتوا عارفين اضرب الامور اللي من يوم ما جه المحافظه وانتوا اضرب الحاجات دي. احنا عارفين ان اذا كنا بنتكلم عن الحياه الكريمه فاهم ابجديات الحياه الكريمه ان البني ادم يكون ليه ستر، يكون ليه بيت يستره، وفي نفس الوقت يقدر يتعالج لما يعيا يلاقي اولاده يتعلموا، هو دي ابجديات الحياه الكريمه. وان شاء الله باذن الله تعالى طالما في عندنا اتجاه دوله، مش برنامج مصر احلى، اتجاه دوله لده وفي تكاتف بيننا لده باذن الله تعالى هيتم، ولكن نتابع مع بعض ويكون في بيننا ثقه. اول حاجه ادوا للناس دي ثقه انها تشتغل، وبعد كده نشوف الشغل ده. تمام، شكرا يا فندم، اوفقكم يا رب. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك عامله؟ الحمد لله. سلامتي طيب؟ وحضرتك طيبه. شايفاكي وانا جايه كده زعلانه وعماله في حاجات حضرتك في القريه اولى من اي شيء ومن اي حاجه. ايه بقى؟ احنا جايين عشان نسمعك. عشان حضرتك بصي انا دلوقتي واحده من الناس، يعني مش انا يعني. اسمك امه ايه؟ انا اسمي ام محمد. بصي يا ام محمد الاول صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بصي يا حبيبتي هي القضيه مش جايين نوزع بطانيه، احنا جايين نسمعكم نشوف مشاكل القريه دي ايه. احنا بنقول للناس خلي بالكم الناس هنا دي محتاجه كذا وكذا وكذا. قولي بقى انت ايه اللي مضايقك وايه اللي مزعلك؟ حضرتك انا دلوقتي بقالي 10 سنين موجوده في القريه. تمام، انت متجوزه الاول؟ انا متجوزه وجوزي يعني الله يسهله عند مراته الثانيه ما بيجيش. مش موجود. انت موجوده انت وعيالك بتشتغل يا ام محمد؟ انا بشتغل فراشه في المدرسه اولياء امور. تمام. 100 جنيه في الشهر. بس هو ده كل مصدر رزق؟ كل مصدر رزقي. ممكن اطلع اشتغل. ثلاث عيال؟ ايه؟ معاكي كام عيال؟ انا معايا ولد في ثانيه حاسب الي السنه دي معهد، ومعايا ولد في ثالثه اعدادي، ومعايا فاطمه دي في سنه اولى ابتدائي. الله يخليهم. الله يخليك. وقاعده بالايجار بقالي 10 سنين. قسط كام؟ ب 500 جنيه. يا الله. تنطرد من البيت بسبب ال 500 جنيه، مدرسين المدرسه اللي عندي هم اللي لموا لي الايجار ودفعوه. يعني الشهر اللي جاي ده وزوجك ما بيجيش خالص. انا زوجي عند مراته ما بيجيش ولا بيصرف ولا بيسال عننا وكل ولا بيجي خالص ولا حد بيشوفه هنا. ولا انت مطلقه؟ ولا مطلقه ولا راضي طلاق ولا راضي يسيبني في حالي. حتى كنت اتطلقتي عشان تاخدي المعاش؟ سيبني في حالي. يعني بصي انا يعني الزوجه الثانيه بمعنى صح الاولانيه هي بتعمل كتير. لا حول ولا قوه الا بالله. فانا هنا يعتبر مش عايزه مش طالبه من الدنيا كلها هنا
حاجه واحده، 50 متر الف عيالي فيهم ببوص واقعد بيهم، مش عايزه اكتر من كده. انا مش عايزه، محتاجه مكان للسكن، مكان يلمني بدل. طيب احنا معانا دلوقتي اهو في مشكله، يا حالي مشكله القريه، وقابلنا الحاجه وتواصلنا مع حضرتك وخدنا الرقم بتاع حضرتك وفي المستشار الاعلامي في المحافظه ومتواصلين مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله هنحل مشكلتك باذن الله. نيجي ان شاء الله المره الجايه نصورها في بيتها، ان شاء الله هنحل المشكله نشوف. بس هي نيجي المره الجايه نلاقي لها بيت، بيت يعني بيت يسترها. اجتماعي هنفحص الحاله بتاعتها على الطبيعه ونشوف الوضع بالطبيعه. نظام الاجتماعي حالا دلوقتي ايه الحل اللي ممكن يناسبها؟ حضرتك دلوقتي هي بتقول عايزه قطعه ارض، يعني قطعه ارض دلوقتي بلاش بلاش الحل البعيد. يعني تعرف في تكافل وكرامه دلوقتي، تضامن الاجتماعي بحث الحاله بتاعتها نشوف ظروفها ايه ونحل مشكلتها باذن الله. ممكن ان شاء الله حتى يبقى في توفير ليها مثلا بيت، ان شاء الله حتى معاش بيت يتوفر لها بس يسترها يا وعيال باذن الله. حاضر حاضر حاضر. المشكله كلها ان الاعاقه في جوزي، يعني الاعاقه كلها في جوزي، هيبقى واقف لي. لا مش على كده، يعني اصل كل اللي بيتكلم هنا يقول لك انت متجوزه ومعاكي راجل، طب انا ما بشوفوش. هيتم، بص يا ام محمد، هيتم دراسه حالتك، هيتم دراسة حالتك بحيث ان يبقى يعني يتم معرفة فعلا هل انت زوجك مهاجرك؟ لو زوجك هاجرك فانت برضو من ضمن الفئات فانت من الفئات المستحقة اللي ممكن يتم توفير لها، واحنا ان شاء الله معاكي وباذن الله تعالى لو تم حل مشكلتك هنيجي معاكي ان شاء الله. يا رب يا رب. مبسوطة بقى؟ الحمد لله ان شاء الله. يلا كل سنة وانت طيبة، حاجة بسيطة كده. حضرتك شكرا. السلام عليكم. عائلة الست دي يا استاذة في عدد كبير لا عنده بيت ولا عنده مسكن وحالهم سيء. عائلة الست دي ثواني بس نسمع بعض نسمع بعض نسمع بعض. عائلة الست دي اللي هي زوجها هاجرها ولا مطلقة ولا أرملة؟ حضرتك نفس اللي هي جايتهولك يا صادقة فيه، لأن جوزها موجود مش مطلقها ولا هو عايش معاها وعندها اولاد اللي في مدرسه. من عينت كده كتير يعني كتير زوجها هاجرها؟ لا جوز ما عندهاش، ما عندهاش ارض، ما عندهاش بيت، ما عندهاش دخل خالص. ما عندهاش ارض، دي اكيد في كتير، احنا مش بنتكلم على الارض دلوقتي. ما عندهاش مسكن، ما عندهاش مسكن، المسكن النهارده ايجاره 500 جنيه. مش دخل يعني الزوج بيشتغل مثلا، بيشتغل على دراعه باليوميه. طبعا كل حاجه حضرتك غلت النهارده. طب احنا عايزين دخل، معانا ثلاث اربع ولاد. ماشي ساكنين فين؟ احنا ساكنين في 600 تحت معدومه خالص. ايجار كلكم؟ كل الناس هنا مشكله. القريه هنا من 600 تحت حضرتك كده كلها معدومه. بص هو بس في حاجه بس نسمع بعض، هو ما هو طبيعي ان مثلا مش كل الناس عندهم ارض، طبيعي ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا كده. نسمع بعض نسمع بعض نسمع بعض. اللي ما عندوش ارض، اللي ما عندوش بيت ده حالته تعبانه، اللي شغال باليوميه حالته تعبانه، الناس اللي هي مدرسه مدارسنا ما فيهاش مدرسين، المستشفى حضرتك وزاره التضامن الاجتماعي حضرتك. لحظه يا فندم اتفضل. وكيل وزاره التضامن الاجتماعي حضرتك تعالى يا دكتوره. لو طفل تعبان بيروح المدينه، على ما نروح المدينه ممكن لا قدر الله الطفل يحصل له حاجه. ماشي ده عارفينه. طب اتفضلي. طب احنا دلوقتي اهو احنا مع بعض كل المشاكل اللي بنسمعها ومعانا المسؤولين اللي ممكن يحلوا. نسمع بعض نسمع بعض نسمع بعض. طب نسمع بعض. ايوه اتعرف عليك. دكتوره ماجده جلاله، مديره عام التنميه التضامن الاجتماعي. بيك يا دكتور. قولي لي بقى دلوقتي في مشكله، تقريبا مشكله عامه، ان معظم الناس هنا عندهم مشكله في الايجار، وطبيعي ان مش كل الناس هيبقى عندها ارض، ده طبعا يعني، ولكن طبعا يعني احنا بنتكلم على الفئه المستحقه. هل في حل لمشكله الناس دي؟ لان هم مش بيلاقوا يدفعوا الايجار، لان هم تقريبا كلهم شغالين ارزقيه. الحل، هل في حل من وجهه نظر وزاره التضامن بحيث ان الناس دي حتى اللي زوجها هاجرها، اللي زوجها مش قادر يشتغل، اللي ما عندهمش يعني دخل او ما عندهمش مصدر رزق؟ ايوه يا حبيبه قلبي، احنا دلوقتي طبعا الاول بشكر فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي. بشكر طبعا الوزيره الدكتوره غاده والي، لانها هقول لك ليه بقى كل ده، ومعالي الوزير هشام امنه محافظ البحيره على الدعم للاسر الاولى بالرعايه. فعلا احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها سكن كريم، ده هينزل من ضمن الخطه بتاعتنا. ده من ضمن الخطه بتاعتنا في الوزاره، هيبدأ ينزل عندنا البحيره. زائد ان احنا عندنا بالنسبه لجمعيات، في جمعيات اهليه بتتولى ان هي تعمل اسقف بالنسبه للقرى الاكثر فقرا واكثر احتياجا. زائد طبعا ان احنا عندنا مظله الحمايه الاجتماعيه اللي هي المعاشات التكافل والكرامه للاسر بتاعتنا.
اللي هي الاولى بالرعايه. زائد ان احنا عندنا لغايه دلوقتي موزعين 3500 بطانيه تحت برضو رعايه معالي. البطانيه دي بنعتبرها هديه الشتاء، لكن الجزئيه المهمه اللي انا عايز اسالك عليها اسماعيلي، معلش انا عايز اقول حاجه بعد اذنك. كويس قوي جزء اللي هي سكن كريم، احكي لنا ده هيبقى ايه وهيتم ايه فيه، وعشان الناس حتى تسمعك ونعرف ايه اللي ممكن يتم ان شاء الله. ما انا بقول لحضرتك دلوقتي عباره عن اسقف للاسر اللي هي المباني اللي هي مثلا هي ما عندهاش اصلا، اللي هي ساكنه بالايجار. احنا هنحاول طبعا من خلال المحافظه نقدم لهم سكن يقدموا فيه زي دلوقتي اللي هو الاسكان الاجتماعي اللي الاسكان الاجتماعي. ايوه الاسكان الاجتماعي موجود في المحافظه، يعني الاسكان الاجتماعي ده اللي موجود في المحافظه، انت بتقدمي حضرتك بمبلغ بسيط وبتبداي على اقساط لغايه ما بتحصلي على شقه. ماشي مظبوط، ده موجود، يعني ده موجود بالفعل. عنده بيت ومحتاج اسقف، ده من خلال احنا عندنا بعض الجمعيات. من خلال الجمعيات، من خلال الجمعيات ده بيتم فعلا على مجموعه قرى بالفعل. ما عندهمش مش قادرين ده الاسقف حبيبتي ماشي شتا. الاسقف دي هتتعمل، لكن لو هم مش قادرين يدفعوا ايجار دول يقدموا تبع الاسكان الاجتماعي. ايوه بالظبط، بيقدموا تبع الاسكان الاجتماعي، زاد ان احنا بنقدم مساعدات ماليه للاسر اللي هي ما عندهاش دخل. ايوه وده بالفعل موجود. في واحده بتقول عندهم ارض، بس انا بقول لها عندهم ارض. ماشي هقول لك، انت عندك ارض و بنت اخت اخويا، لكن انا جوزي راجل عامل 4 دعامات في الجلب، وقدمت في الشؤون الاجتماعيه بتاعت المدينه من سنتين وجبده ما جاش. راجل عامل 4 تسليك شرايين. هاتي بياناته الدكتوره معانا. ايوه حبيبه قلبي، احنا عندنا دلوقتي نظام التظلمات هيبدا دلوقتي في البحيره، طبعا الناس بتاخد دورات تدريبيه عليه، وهيبدا بالفعل نظام التظلمات، وهتبدا المعاشات توصل لمستحقيها. يعني احنا بنوصل دلوقتي المعاش لمستحقيه، الغير مستحق بيبدا ما ياخدش والمستحق بيوصل بالفعل. عاجز وراجل عامل دعامات وسنتين عامله الورق رايح بقى التظلم بتاعه لبكره وبعده. هنعمل تظلم لحضرتك. مين عنده مشكله تاني دلوقتي؟ انا راجلي عاجز، اختبر طفل يعني ما يعرفش عن الدنيا دي. طب نسمع بس معلش الست دي برضه. دلوقتي انا راجلي عاجز واختبر طفل، احنا بنقبضه 410 واحنا كده 5 طنفار، قسما بالله احنا بنقبضه بالشهر ما يخش بيتنا جنيه غير هي القبضيه. القبض ده من اللي هو تكافل وتكافل. هل هو ولا بيت ولا ارض ولا بيت؟ امال قاعده فين؟ قاعده فين؟ احنا قاعدين هنا. يعني ساكنه فين؟ ايه ساكنه؟ احنا ساكتين ايجار هنا. فين الناس؟ تعالي ماشي. بص معانا دلوقتي الدكتوره ومعانا حضرتك فاطمه مصطفى بالصعود، رئيس قسم الجمعيات باداره النوبريه وزاره التضامن. انا الناس المسؤولين كلهم هنا، الناس دي هتسمع مشاكلكم وهناخد كل التظلمات ونديها لهم، واحنا هنتابع معاهم ان شاء الله بحيث ان كل المشاكل باذن الله تعالى قدر المستطاع وبامر الله يتحل عدد كبير منها. ماشي. التظلمات دي هتبقى عباره عن ورقه كتابيه ولا بالاسم؟ هم اساليهم. انا حضرتك احنا حضرتك ان شاء الله هنقول لك هتعملي ايه ان شاء الله. ان شاء الله هتجيلنا بكره ان شاء الله. هتجيلوا يقول لك فين؟ الجني هي عرفت الاداره وقلت لها انا الاداره ولا لسه شغاله؟ تمام. يلا شكرا يا جماعه، يلا سلام عليكم. جوزي هاجرني ومعايا ولا ابويا. ايه انا شايفه ظاهره هنا ولا ده ممكن 1 2 3 في اكتر من واحده زوجها هاجرها؟ عدد كبير. لا انا ما اعرفش غير يعني 3 4 حواليا كده. ماشي تمام. وانا قاعده بالايجار وبدفع كل سنه 5000 جنيه. مشكلتكم برضو نفس المشكله، مشكله الايجار. وابني عامل حادثه ومركب دعامه في للعين من المخ. عندك عيال قد ايه؟ عندي 2 ولا وبنت. زوجك مش موجود خالص؟ لا وبجري عليه. تاخدي معاش طيب؟ لا ولا معاش، رحت قدمت في الكنب. طيب وقدمت احنا بقى ايه زي ما اتفقنا مع الدكتوره اللي هناك اللي هي من وزاره التضامن،
كل الحاجات هناخدها تظلمات، هتروحي وتقدمي علشان برضو هنشوف في الجزء بتاع السيدات اللي هم زوجها هاجرها، لان هي مثلا مش مطلقه ولا ارمله فما بتاخدش معاش، فنشوف لها حل باذن الله برضو، لان في ان شاء الله باذن الله هيكون ليكم يعني اعانه او تعاون من الوزاره باذن الله تعالى. ماشي، انت اسمك ايه؟ الولد عشان عينه رايحه. هنشوف زي شايفه الدكتوره اللي هناك دي هتروحي تقدمي. زيزو خميس عبد الغني. معاكي عيال؟ معايا ست. ست عيال؟ اربع. زوجك موجود؟ شغالين باليوميه، انا لسه والله جايه باليوميه دلوقتي وشغاله معاه عشان برضه ساكنين ايجار؟ والله ايجار، والقريه كلها طرفين حدين ايجار. معظمكم ساكنين ايجار، مشكلتكم كلها في الايجار؟ ايوه كلنا ايجار ومش قادرين على الايجار، ما فيش دخل يهني. اللي زي راجل معلش. طب عايز اسالكم سؤال بقى، يعني اعذروني الجهلي بس، هو اللي هنا اللي ساكنين بالايجار يعني عشان انتوا جيتوا من مكان تاني اجرتوا هنا؟ ما عندناش قبل كده كنتوا مفيش؟ كنا ماجرين. انا متجوزه ببيت الايجار مع بعضنا، فكل واحد بقى شق طريقه، فاللي شق طريقه جه هنا عشان يوسع. الاول كان ايه؟ يعني عيال مع بعضها. خرجتوا من العيله كل واحده اتجوزت؟ اتجوزت كل واحد اوضه طلع منها. هل هي الاوضه دي هتشتري بيت؟ ما تشتريش بيت، اللي بيطلع بيسيب اوضته للي وراه للي. يعني انت في الاسره اللي هي الاب والام خرجتي فروحتي خدتوا شقه بالايجار. فجينا هنا، جينا هنا قعدنا بالايجار زي، ومفيش دخل خالص، مفيش شغل هنا، مفيش شغل خالص. ولذلك حتى العاجز اللي زي راجلي انا كده محدش يرضى ياخده. مفيش شغل. ما اللي بيشتغل هنا بيشتغل ايه؟ في الاراضي النص سفان دي نجمع. لسه زي راجلي انا لا يعرف يجمع برتقال ولا سفندي ولا يشتغل في اي شغل. حد عاجز او مريض؟ راجلي. زوجك مريض عنده ايه؟ مريض عنده. زوجك مريض عنده ايه؟ عقليا مش قوي، يعني عقليا على الجد زي الطفل. يعني انا خلاطه، يعني شوف الظروف ياخده النهارده ما خطوش بكره، لو لقى بكره واحد احسن منه ياخده. لدرجه ان هنا انت عفوا متزوجه وهو عنده مشكله عقليه؟ ايوه عارفه هو كده. ايوه واضح ان كمان مشكله هنا ما فيش شغل، يعني فيش الناس، لكن ما فيش اي مصانع قريبه، ما فيش اي حاجه. لدرجه يا ابله، انا بنت اخويا اتولدت وعندها صب في القلب، قعدت اربع ايام واحنا مش عارفين نروح بها فين. والليل تو البارح خدوا عشان مفيش مستشفى. مفيش، وهي دلوقتي بتحولي على اسكندريه يا عالم عنها. طيب ان شاء الله يعني نحاول نشوف حل مشاكلكم. كل سنه وانت طيبه. حاجه بسيطه كل سنه وانت طيبه. تكافل وكرامه، مفيش عمالين يجدوا. مش انت قلتي ده هناك؟ لا التكافل وكرامه جوزي مفيش باسمه. لا انت قلتي الكلام ده هناك. بدخل البطاقه بتاعته بيجي راضي. ماشي، بصوا يا جماعه ان شاء الله احنا بناخد كل مشاكلكم ده، كل المشاكل اللي احنا سمعناها، ومعانا هنا المسؤولين، ودي حاجه كويسه قوي ان احنا بنوصل الكلام على طول للمسؤولين واقفين معانا دلوقتي، ودي افضل حاجه احنا عاملينها النهارده. والله ما بتاخروا الله باذن الله تتحل على طول. والله العظيم احنا بنسعى حبيبتي وبنسعى، وان شاء الله يكون في خير باذن الله. الشهران والجماعه الكبراء بتاعتنا، انا شايفه ان في خطوات بتتعمل، يعني انا شايفه ان شاء الله ربنا يوفقكم ويكفيكم شر المرض، ما يوجعكمش في ضيقه، ويحيى السيسي، يحيى السيسي، يحيى الرئيس اللي افتكرنا وافتكر اطفالنا وبدور علينا. سوا حلوه ليك. تشكر مستورين دنيا واخره. مستورين دنيا واخره كل اللي يلا ماشي فيه، يجعلوا مستور دنيا واخره، ويوفقكم يا رب، يديلكم طريقكم. جاي تقول لي ايه؟ انا عاوزين نادي بتاع اول. اسمك ايه؟ بسام ابو بكر. بسام انت عسل يا بسام. في سنك ايه؟ ست. ستة؟ وانت في سنك؟ والتاني اعداد. اعدادي. قولوا لي بقى انتوا كده كشباب لسه صغير بقى، ايه مشاكلكم؟ عاوزين النادي يتصلح، وعاوزين ملاعب كوره هنا. في نادي هنا؟ مش شغال. في نادي بس مش شغال. في مركز شباب هنا. ما في بس مش شغال. مش شغال. بايظ. يعني مفيهوش حاجه خالص. مفيهوش. عباره عن خرابه مثلا. اه. نفسك يبقى عندك نادي تروح تلعب فيه؟ عاوزين نادي يتعمل، ونادي شباب عشان بروح نسلوا فيه. تلعب مثلا، تعرف تلعب، نفسك تلعب ايه؟ كوره. تحب الكوره؟ اه. وانت نفسك في ايه؟ انا نفسي في مستشفى تتبنى. برضه يبقى لك مكان، تبقى عندك مكان ترفيه، تلعب فيه كوره، تلعب فيه حاجه. لا دينا المستشفى البتاع ديت بتسلينا وخلاص. بتسلينا النادي هيسلينا. هو النادي فيه حاجه؟
لا هو بنلعب كرة فين؟ بتروحوا تلعبوا كده، لكن انت عايز مش حاجة مش حاجة، هو عبارة عن أرض. بتحبي مين في لعيبة الكورة؟ محمد صلاح. نفسك تبقى زي محمد صلاح؟ تعرف تلعب كرة؟ عسى ربنا يا رب ان شاء الله يا حبيبي يوصلك المتمنى، وان شاء الله باذن الله يكون في نادي تقدر تلعب فيه، تقدر الوقت اللي انتوا بتقضوا فيه وقت الاجازه بتقضوا فيه، بتروحوا بس تلعبوا كره في النادي الفاضي؟ نلعبوا في النادي الفاضي، ونروحوا نعملوا لنا نلعبوا في حته فاضيه كده نلعبوا فيها كوره. مفيش اماكن هنا فيها كمبيوتر تلعبوا عليها بلاي ستيشن؟ واحد تلعبوا عليها العاب؟ مين تاني عايز النادي؟ مين تاني عايز النادي؟ انت تعال. لكم عايزين النادي يشتغل؟ اه احنا عايزين النادي. انت بتعمل انت ايه؟ انت مخلص ولا بتدرس ولا ايه؟ انا لسه ثانيه ثانوي. ثانوي بتقضي وقتك ازاي بقى؟ بنقضي وقتي برضه في الملعب كده. يعني النادي ده عباره عن ارض فاضيه؟ اه يبقى عن ارض فاضيه وبس، عايز يتظبط بقى. الاماكن موجوده عندكم، انت اسمك ايه؟ اسم محمد. يعني محمد انت مثلا في نادي، في مستشفى، في مدرسه، ولكن ما فيهاش الخدمات. عايز دي النادي بس موجود، بس عايز اللي يعمله، عايز اللي يخلص. مش حاجة خالص؟ مفيش حاجة خالص، بس عايز اللي يحط ايده معينة ولا موظفين حتى؟ ولا أي حاجة في النادي. موجود النادي ولكن مفهوش، بس عايز اللي يشغله، عايز مثلا المدربين عايز اللي يشغله، عايز اللي يبنيه، وعايز اللي لسه عايز يحط ايده فيه ويشتغله ويحط يلموا المحافظة ويشتغلوا يا بركة الشباب، وفي تدريبات وفي ألعاب. وانت عايز تلعب في ايه؟ كرة؟ أكيد نادي كرة. قدم برضه؟ برضه لعيبة الكورة بتحبوا كلكم محمد صلاح؟ أكيد طبعا كلنا محمد صلاح. إن شاء الله بإذن الله النادي يشتغل وتقدروا تقضوا فيه وقت كويس جدا وتلعبوا رياضة من حقكم، ده أكيد لسه أولاد لسه طالعين أشبال وشباب لسه صغير، ربنا يوفقكم يا رب. دلوقتي بالاستاذ محمد خطاري مدير مكتب الاعلامي لمحافظه البحيره. اهلا بحضرتك يا محمد. اهلا بحضرتك يا فندم، ونورتينا في البحيره. في البدايه بنرحب بحضراتكم وبفريق العمل للبرنامج، وان شاء الله مصر احلى بيكم. قول لي يا استاذ محمد، يا النهارده سمعنا مشاكل كتيره جدا كلها بنحاول ان احنا ننقلها للواء هشام امنه، بحيث ان هو كهو محافظ البحيره يكون في ليه اختصاصات اكبر، خاصه في مستشفى اللي زي ما شفنا الناس بتفتقر هنا، وعندها مشكله ان هي ما عندهاش مستشفى، في مدرسه ما فيهاش مدرسين، في مشاكل كتيره مثلا في الطرق وما شابه. كل المشاكل اللي احنا سمعناها كتير من السيدات اللي هي ما عندهمش مأوى، وفي نفس الوقت طبعا شفنا ده مع وزاره التضامن، ازاي هيتم التعامل مع المشكلات دي بحيث ان احنا ان شاء الله نشوف في حل حقيقي. احنا اهم حاجه بنستهدفها في كل مكان بننزله ان يكون في حلول حقيقيه، مش مجرد ان احنا ننزل نصور واقع صعب او في مشكله ما وفي الاخر نمشي، لا عايزين يكون في حل وفي تنفيذ للحل ده. والله احنا حضرتك انت عارفه ان مع الوزير اللي هو هشام امن ما كملش 3 شهور هنا في المحافظه، بنجمع المشاكل كلها، احنا بنحل كميه مشاكل في المحافظه دي. يعني معاليه بيهتم بالمواطن بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه، المواطن نمره واحد. هنحل نشوف القريه اللي محتاجاها ايه هنا، وهنعمل مذكره نعرضها على معاليه، وهو نفسه ما بيتاخرش في المواضيع دي. كل ثلاثه احنا بنقابل المواطنين بنحل لا يقل عن 200 300 حاله زي كده، بنحل مواجهه، هنشوف المشاكل بتاعه الاسكان ايه وبتاعه المستشفى ايه، وهنعرضها على معاليه، ما بتاخدش اقل من 5 ايام، وان شاء الله رب العالمين المشكله تكون اتحلت. اتمنى ده، واحنا معاكم ان شاء الله، ويكون في مذكره عاجله حتى لو بنرفعها لرئيس الوزراء، بحيث ان هو يطلق يد المحافظ، بحيث ان يكون في عنده الصلاحيات والامكانيات ان هو يوفر كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها، يكون في توفير مستشفى، توفير تعليم، توفير كل اللي بنتكلم عليه، بس يكون في صلاحيات اللي هي تضمن لدى. فاحنا بنضم صوتنا لصوتكم بحيث ان يكون ان شاء الله في حلول عاجله ولو حتى جزئيه بالاهم، فالاهم ننزل ونشوف ده معاكم ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. وعدك بكده ان شاء الله رب العالمين، ونورتوا البحيره. شكرا جدا. الله يبارك يا فندم.
من أهم الحملات اللي احنا قمنا بيها برضو خلال حملاتنا كلها اللي احنا أطلقناها من 5 سنين اللي أنا بعتبرها من أهم الحملات، يعني هي الحملات اللي هي منوطة بصحة الإنسان، منوطة بصحة المواطن، ولما يكون فيها الوقاية وفيها دعم للمرضى هو ده اللي احنا محتاجينه دايما. وبحس والله فعلا حقيقي يعني إن ببقى عندي رغبة يعني عارمة، أنا طبعا بكلمكم كتير باللغة العربية معلش سامحوني أنا لغتي كده أصلا يعني، فعندنا رغبة ملحة وعارمة إن يكون يعني عندنا إحساس قوي بإن احنا محتاجين إن احنا نقي أنفسنا من كل الأمراض. ولما الواحد بيبقى مثلا بيبحث في معلومات او بيصل لاحد الخبراء او لاحد مثلا او لبعض طبعا الاطباء اللي ليهم خبره كبيره في كل المجالات الطبيه، اذا كان مرضى القلب او الصحه العامه او الصحه الغذائيه او 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 بنبقى حابين ان احنا نوعي الناس بقدر المستطاع، والحمد لله الناس عندها وعي بده وعندها يعني ادراك قد ايه ان الصحه دي هي اهم ما في يعني اهم ما في الحياه بصراحه. من افضل النعم على البني ادم ان هو ربنا يرزقه بالصحه والعافيه، وربنا يعافي يا رب كل مرضانا يا رب، يشفيهم ويعافيهم يا رب العالمين. من اهم الحملات دي اللي احنا اطلقناها من 5 سنين هي حمل الدعم مرضى السرطان والعمل على الوقايه منه. احنا بداناها من فتره طويله طبعا زي ما بقول لكم، ولما بيكون في اي مؤتمر او اي دعم من الجهات الداعمه لينا في هذا المنحة وفي هذه الحملة على طول بتكون ايدينا في ايديهم على طول. يوم 4 فبراير اللي فات كان يوم العالمي لدعم مرضى السرطان، وده المؤتمر تم الاحتفال باليوم ده طبعا، واطلقوا الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان علشان يرفعوا الوعي عند الناس وازاي ممكن ان احنا نقي انفسنا من المرض ده، وازاي ان احنا نتعامل مع مخاطر المرض، وازاي يكون في عندنا وعي برضه بالكشف المبكر. خلي بالكم من كانت في إحصائية يعني انا شفتها بصراحة، لقيت ان المسألة محتاجة فعلا دعم اكتر وتفعيل اكتر للوعي والوقاية من المرض ده بالذات. طبعا كل الأمراض تعتبر زي ما قلنا قبل كده وشفنا قبل كده في حلقتنا اللي احنا عملناها مع دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب، وقد ايه حسينا ان برضو المرض ده من الأمراض الخطيرة اللي بيبقى فيها نسبة الوفيات كبيرة قوي، ولكن مرض السرطان يظل هو دايما المرض اللي ممكن تكون الناس تتخوف منه بشكل كبير. ما بقاش الشكل المرعب زي زمان، ولكن ما زال التخوف موجود من هذا المرض، لان بتبقى فيه نسبة الوفيات كبيرة. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب ويشفيهم ويعافيهم، وان شاء الله يا رب ما يكونش فيه وفيات منه تاني، يكون عندنا الوعي وازاي الوقاية منه وازاي التعامل معاه حتى يتم الشفاء التام. يعني ان هما كانوا يعني الاحصائية بتقول ان هو السبب الرئيسي التاني للوفاة على مستوى العالم، وحوالي 9.6 مليون حالة وفاة كانت في 2018 من مرضى كانوا هم مرضى سرطان، وده حوالي 70% من الوفيات الناجمة عن السرطان بتحدث في البلاد منخفضة ومتوسطة الدخل. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب، الواحد يفضل يقولها كتير كده، ربنا يشفي ويعافي الناس جميعا يا رب ويقيهم من كل الأمراض يا رب العالمين. ان يكون برضو عارفين رقم زي ده كبير، ويكون منهم 5 مليون سرطان ثدي وسرطانات عنق رحم وقولون ومستقيم وفم، ان هي كان ممكن الامراض دي بدل ما يكون نسبة الوفيات اللي احنا بنقول منها دي من في مرحلة متأخرة، لما يكون في كشف مبكر بيتم الشفاء يعني بفضل الله طبعا بيتم الشفاء التام، والناس دي ربنا بيكتب لهم الحياة بيقدروا يعيشوا حياتهم بشكل يعني زي اي حد عادي تماما. ولكن زي ما بقول لحضراتكم لازم يكون عندنا الوعي وعندنا ازاي كيفية التعامل حتى مع المرض في بدايته، وازاي الكشف المبكر مهم جدا جدا جدا. احنا رحنا كان كاميرتنا لازم تكون موجودة، في طبعا احصائيات كتيرة قوي مش عايزين نقولها كلها، هنشوفها برضو من خلال تقريرنا دلوقتي. احنا نزلنا بكاميرتنا في اليوم العالمي للسرطان، وكان في تكريم لبرنامج مصر احلى من منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية والجمعيات المنوطة بدعم مرضى السرطان، وبقدر الامكان بنحاول ان احنا نكون داعمين ليهم ايضا، وان شاء الله يكون عندنا قريب هعمل لكم باذن الله تعالى حلقة، يعني هنكون في كل فترة كده نعمل حلقة للتوعية والوقاية
وصدقوني والله فعلا انا بقالي فتره ببحث في ده، ولو هتلاحظوا في كل الشغل اللي احنا اشتغلنا فيه في الحملات زي الوعي والوقايه من الامراض وازاي كيفيه الغذاء الصحي علشان نقي انفسنا من كل الامراض اللي منها مرض السرطان. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب. تعالوا نشوف تقريرنا عن اليوم العالمي لمرضى السرطان ودعمهم والكشف المبكر وكيفيه الوقايه منه، وبعدين نطلع فاصل ونرجع تاني. دور الجمعية في المؤتمر، ان احنا منظمين المؤتمر، والصراحة الفكرة كانت فكرتنا ان احنا نعمل التجمع العربي ده. بنحاول بطريقة دي ان احنا نجمع كل الجمعيات الاهلية اللي بتساعد مرضى السرطان انهم يتفقوا على حاجات معينة نقدر بيها ان احنا نوعي المرضى، نساعدهم في العلاج، ونبقى موجودين للدعم النفسي ليهم. النهاردة جالنا الـ WHO، ودي بالنسبة لنا حاجة عظيمة ان هم هيقدروا ان شاء الله يساعدونا في إضاعة الخطة دي. الحقيقة احب اشكر الأستاذة وفاء طولان على دعمها المستمر بالبرامج بتاعتها في توعية الناس بان لازم يكشفوا أهمية الكشف المبكر، واحنا النهاردة كرمناها في المؤتمر لانها فعلا في ناس كتير بسببها قدرت انها تعمل كشوفات واهتمت بالكشف المبكر، لان ده في حد ذاته بيهمنا انه نقدر نكتشف المرض قبل ما يعمل مشاكل، فدي اهم نقطه في التوعيه يعني احنا بنحاول نوصلها. واحب اشكر برضو برنامج دور مصر احلى لان هو ساهم في التوعيه وساعدنا كتير في توعيه الناس في حكايه سرطان الثدي بالذات. يعني احنا متجمعين علشان نقول اهم كلمه للمرضى ونقول اهم كلمه للمجتمع عامه، ان نسبه الشفاء ابتدت تزيد في الاورام، والمصاب بالأورام ده مش نهاية المطاف، ده بالعكس ممكن يكون انطلاقة جديدة في حياته مع محاربته للمرض والقوة اللي هو بيستمدها من المحاربة دي. احنا لما بنتكلم على البلاد العربية للأسف احنا هنبتدي نزيد في الأورام لسبب حاجتين. واحد ان هو العمر او متوسط العمر ابتدى يزيد في البلاد العربية، فشيء طبيعي ان نسب الاورام تبتدي تزيد فيه. وتاني حاجة ان احنا ابتدينا نكتشف وبقى عندنا سبل او مستشفيات قادرة ان هي تكتشف. كان زمان البني ادم بيموت من غير ما يبقى عارف معروف السبب، فمكافحة الاورام بقت على من اولويات اي وزارة الصحة في البلاد العربية. احنا النهاردة جامعين 26 جمعية من 11 بلد مختلفة، نحط ايدينا في ايدين بعض نشوف هم وصلوا لايه، احنا وصلنا لايه، عشان ما نبتديش دايما من الاول، نقدر نبتدي من خطوات الاخرين خدوها. احنا في مصر عندنا جهود عالية جدا في حاجة زي مكافحة فيروس سي والكشف المبكر عن فيروس سي اللي هو كان بيؤدي لأورام الكبد أو أعلى، وكان دي أعلى أورام موجودة في مصر. إن شاء الله بعد سنتين ثلاثة هنبتدي نشوف ثمار العلاج، والعلاج المتوفر النهاردة في مصر بالمجان لأي حد مصاب، بأن ده النسب دي إن شاء الله هتبتدي تنخفض. حسيت اني دايخ تعبان، فجاه وقعت في الملعب، عرفت في مشاكل في الدم كبيره جدا، وبعد كده عرفت ان هو فشل في النخاع العظمي وهو اخطر من السرطان شويه ومحتاج زراعه نخاع عظمي، ودوت كان شيء صعب يعني. بدات قعدنا 3 شهور في القصر عين فرنساوي علشان نشوف متوافق معايا اخد منه النخاع، واخدته من اخويا بعد كده، اخدت الكيماوي وقعدت كده في معهد ناصر 45 يوم عشان اعمل زراعه النخاع العظمي، 45 يوم متواصل كيماوي طبعا. بعد كده بعد زراعه النخاع العظمي حاولت نلعب تاني ما نفعش، حصل لي طرد عكسي مزمن، وده شيء صعب جدا، ان حصل مشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد، في انزيمات الكبد، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ومشاكل كتيره جدا بدات تحصل في جسمي، وبقيت اخد كورتيزون بجرعات كبيره جدا لمده 7 سنين لغايه ما وزني وصل ل 140 كيلو، وحصل غرغرينه في ايديا في السنه الثالثه، وكان المفروض يحصل بتر والدكاتره دخلوا انه ما يحصلش البتر. 7 سنين محاولات كتير ان ارجع العب تنس تاني كان شيء مستحيل. طبعا المرض لما بيعدي 3 سنين بتبقى نسبه الشفاء بتبقى ضعيفه، وما كانش في حاجه بتقول ان انا هرجع العب تاني. بس يعني انا زي ما قلت ما كنت بكلم جوه، المرض لما جالي في ناس بتغير خططها واحلامها واهدافها، انا ما غيرتش حاجه،
انا قلت هيبقى نفس الحلم هو نفس الهدف هو حتى لو مستحيل وقت اخر لحظه احارب حارب 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 مالكش دعوه بالناس اللي بتخليك تحت حارب ثق ان بكره هيتغير شكلك هيتغير كل حاجه هترجع تاني كما كانت لازم يبقى عندك ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى دايما ليه كلمه اخيره ربنا بيقدر يغير كل شيء بس ربنا امر بحاجه واحده بس الحرب للنهايه اليوم هو حقيقه بدايه تعاون على مستوى الوطن العربي وكلنا شفنا الاتحاد العربي لجمعيات مكافحه السرطان وجودا مع ممثل عن وزاره الصحه والسكان في جمهوريه مصر العربيه وبالتالي عن الحكومه المصريه التي تعنى بمكافحه الامراض ووجودنا نحن كمنظمه الصحه العالميه لتعزيز الشراكه واهمها لان منظمه الصحه العالميه تعمل ضمن الصحه في جميع السياسات ويجب على جميع الشركاء ان يكونوا موجودين لتعزيز الصحه العامه في اي بلد كان. كمان من أهم نحن دعمنا لهذا اللقاء وهو اللقاء الثاني ونحن منشد على أيديهم إلى لقاءات أكثر وتطور أكثر ومن أهمها وضع الدلائل الإرشادية الحديثة البروتوكولات الحديثة لدعمهم في تطوير عملهم وبالتالي التنسيق مع القطاع الحكومي للوصول إلى الأفضل إلى أي مواطن في أي بلد عربي. رجعنا لكم بقى وان شاء الله معانا وقت كويس قوي الحمد لله ربنا يبارك لنا فيه نستقبل فيه كل مداخلات حضراتكم في الارقام اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه ان شاء الله ناخد كل المداخلات باذن الله معانا وقت كبير بفضل الله ان شاء الله ربنا يبارك لنا فيه. بس تعالوا الاول نشوف فيه استغاثه لسيده. السيده دي اخترعت حاجه وليه احنا يعني حبينا نوصل الاستغاثه دي بالذات. اما احنا بنشجع الانتاج وبنشجع وبندعم وعندنا حمله لدعم المخترعين والمبتكرين وبنقول هو ده امل بكره وبنقول هو ده اللي جاي وبنقول احنا علشان نعمل تنميه ونتطور لازم يكون عندنا عدد كبير من المخترعين والمبتكرين زي ما هو موجود في كل الدول المتقدمه. اذا كنت انت عايز تحقق تنميه لازم تدعم ده ولما يكون في ده اصلا ويكون في ناس بدات تعمل ده ويكون المنتج ده مشجع للبيئه او صديق للبيئه او ان احنا ازاي بننتج منتجات طبيعيه زي اللي ممكن يعني اللي بيتم بره عملها في دول كبيره قوي بتتباع باموال يعني خرافيه زي ما بيقولوا يكون عندنا في ناس بتعمل ده وبتسعى لده وللاسف يعني ما تقدرش ان هي تصل بخطوه ان هي تقدر تعمل حاجه. هي بتحاول تنتج او حاولت تنتج وما عرفتش يعني زي ما فهمنا من الفيديو المنتشر على الفيسبوك ان هي السيده امينه عملت منتج من قش الرز من يعني عملت منتجات طبيعيه من قش الرز منها ان هي زي ما فهمت من الفيديو بتاعها منها ان هي بتكون بتحاول تحل مشكله حرق قش الرز اللي هي مؤثره بشكل سلبي على البيئه وفي نفس الوقت بتطلع لك منتجات طبيعيه. المنتج الطبيعي اللي احنا دلوقتي بتعود بيعود العالم كله للطبيعه زي ما كنا زمان فيكون في مثلا منتجات مثلا كريمات معينه للمعالجه تكون في مثلا حاجات للبشره تكون في حاجات لامراض جلديه فالحاجات دي كلها اللي احنا بنقول ازاي تتعمل من الحاجات الطبيعيه اللي احنا العوده للاورجانيك في كل زي ما ناس كتيرة بتسعى فئة معينة وشريحة كبيرة جدا من المجتمعات في كل العالم بتسعى لان هي تدور على كل ما هو طبيعي وان هو ده الاصل في التعامل مع الحياة بشكل صحي فيكون احنا عندنا ردة فعل عكسية فيعني حسيت ان احنا لازم نقف جنبها وان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل صوتها. وهي استغاثتها كانت استغاثة لرئيس عبد الفتاح السيسي بتقول يعني فيما معناه ان اذا كانت الدولة هي بتحاول ان هي تدعم الاختراعات والمبتكرين وتحاول ان هي تدعم الانتاج المصري وبتحاول ان هي تدعم السيدات والمرأة في ان هي تكون منتجة وكذا وكذا ازاي ان انا بسعى اعمل ده واتوقف واتعثر بحيث ان هي كل حياتها ممكن تتشل بسبب ان هي يعني حطت كل ما تملك في هذا المشروع وبدل ما يعود عليها ويدر عليها بالربح ويدر عليها بان هي تشغل ناس وان هي تعمل منتج مصري يعني يكون هو المنتج الاول في العالم بحيث ان هو يلف كل العالم ان ده ميد ان ايجيبت او صنع في مصر ولكن للاسف ان هو يعود عليها بالخساره وان هي حياتها كلها تتوقف وتتعثر ويبقى عليها ديون كتيره بسبب منتج هي كانت بتسعى وتحلم ان هي تعمل منتج يغزو كل اسواق العالم وتكون بقدر الامكان حققت حلم ان
هي عملت حاجة صنعة في مصر. تعالوا نشوف الفيديو اللي هي حطاه على الفيسبوك، هي حطاه على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات كتيرة بدأت تنشرها، ونرجع تاني ونحاول ان احنا نتواصل معها ونسمع شكوتها وايه الهدف اللي هي عايزة توصل ليه بعد كده. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. رئيسة لسيادة الرئيس جمهورية مصر العربية، الكلام اللي هقوله ده ما يرضيش ربنا ابدا، وربنا غير راضي عنه، ولا يرضي سيادتك ولا يرضي اي حد عنده ضمير. انا سيادتك اذا كان يرضيك بقالي 15 سنة ببحث في مجال الاعشاب، والحمد لله توصلت لابتكارات غير مسبوقة الحدث. انا حصدت 15 ميدالية ما بين ذهبية وبين برونزية، وحصلت على تكريمات كتيرة جدا من اكبر التحكيم الدولي العلمي على مستوى العالم، ومع ذلك حققت اختراعاتي على ارض الواقع. اخر حاجة عملتها صابون من قش الرز، صابونة غير مسبوقة الحدث، حصلت على براءة اختراع. كل حاجتي حاصلة على موافقات وزارة الصحة، التحاليل بتاعتها معمولة وآمنة تماما في هيئات حكومية، كل ورق موثق وكل أوراق سليمة، معايا سجل صناعي، بطاقة ضريبية، سجل تجاري، رخصة التشغيل، كل أوراق سليمة. ومع ذلك من سنة 2016 بسبب ان انا كنت بعمل خط انتاج ومكملش، من ساعتها وانا واقعة في الضرب دوت ومش عارفة اخد تمويل، في حين اني في مشاريع تانية كتيرة اخدت تمويل ومشاريعها بالرغم انها اقل من المشروع بتاعي بكتير، ومع ذلك اصبح عليا مديونيات. في ناس ليهم اصحاب حق ليهم عندي حقوق مش عارفة اديها لهم بسبب ان انا مش شغالة، وحاجتي اترمت في الشارع، مصنعي كله حاجتي بقت كلها في الشارع، وحاجتي اترمت في الشارع اللي بشتغل بيها بسبب المديونيه اللي عليها صاحب المصنع. اذا كان ده يرضيك يا ست الرئيس انا راضيه. مشروع حاله اتدمر وانهار، بيت انهار، حياه كلها انهارت، امال واحلام وطموح انهارت بسبب ناس ما عندهاش ضمير، بسبب عدم التمويل. فرص تصدير جات لي كتير ما قدرتش احققها بسبب ان مفيش استقرار في المصنع. اذا كان ده يرضي ربنا وانا مش شغاله دلوقتي بقى شهور، اذا كان ده يرضي ربنا انا راضيه يا ست الرئيس. اشكرك شكرا. لا اله الا الله. معانا الاستاذه امينه. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي. استاذه امينه قولي لي يعني ايه، يعني لو ايه انت طبعا يعني زي ما شفت في الفيديو دلوقتي بقالك 15 سنه بتجري ورا الحلم ده، بتحاولي تحققي الحلم ده. الحلم ده انت بداتي تبتكري وخدتي زي ما فهمت ان انت خدتي جوائز. انت شايفه يعني لو انت لخصتي مشكلتك كده اسباب التعثر ليه، طيب انت ما لقيتيش تمويل، او هل المشكله مثلا في التسويق، او هل المشكله ان ما لقيتيش حد يدعمك من اجهزه الدوله، ولا ما لقيتيش مثلا جهه خاصه رجل اعمال او حد يتعاون معاكي، المشكله فين بالظبط؟ حضرتك انا كنت بشتغل لمده 3 سنين، كنت بشتغل كويس جدا جدا، وكنت بسوق كويس جدا، وكنت في دول كتير على حساب الشخصي. تمام. حاول اثبت وجودي وجود منتج مصري، وكنت هدفي يبقى في براند مصري انترناشونال. هي المنتجات أنا... المنتجات كلها من معموله من قش الرز؟ لا مش كلها معموله من قش الرز، ولكن هي منتجات طبيعيه 100%. كلها من حاجات طبيعيه؟ اه بالظبط. في منها هل حاجات علاجيه زي ما انا فهمت يعني؟ ايوه يا فندم. تمام كل... تمام. كل انا عندي 9 منتجات الحمد لله رب العالمين، يعني اثبتت وجودها فعلا في السوق خارج مصر. الثلاث سنين بقى دول كانوا امتى؟ كان حضرتك من سنه 2013 لغايه 2016. طب كويس قوي. ايه اللي حصل بقى؟ كان لدرجه ان كان في امريكا والمانيا والصين كانوا عايزين ياخدوني يوظفوا فكري عندهم، يبقى المنتج يحمل هويه غير الهويه المصريه. ولكن ثق بان يبقى في منتج مصري، ده اللي خلاني تمسكت وكان عندي هدف كبير جدا. يعني انت كمان رفضتي ان انت تغيري الهوية المنتج، وان انت تمسكتي ان هو يكون منتج مصري ورفضتي تبيعي الفكره. بالظبط كده. وانا مش بقول الكلام ده شو اعلامي على فكره، انا يشهد على ذلك الجروب اللي كان طالع معايا من المخترعين ورئيسه الجروب اللي كانت من اكاديميه البحث العلمي تشهد على ذلك. انا رفضت العروض دي حقيقي لان كان عندي هدف. برافو عليكي. إيه. والله ما يعني لا تندمي بجد، يعني ان شاء الله باذن الله مشكلتك هتتحل وما تندميش على انك عملتي كده. اكيد ناس كتير قالت لك انت غلطتي وكان المفروض تبيعي لهم الفكره، ويعني اكيد كل الناس واكيد اقرب الناس ليكي قالوا لك الكلام ده. ده حقيقه. ده حقيقه. ده حقيقه.
فسنة 2016 سيادتك جيت كنت في احدى الايفنتات في جنيف. فاحدى الشركات حابه تتعاقد معايا بخصوص الصابونه بتاع قشر الرز. كنت عامله عينه عاملاها مانوال واخداها عشان اثبت اللجنه العلميه ان هي قابله للتطبيق الصناعي الفكره. تمام. وفعلا نالت اقبال شديد جدا جدا، واحدى الشركات كانت عايزه تتعاقد معايا لان خدوها جربوها فاعجبوا بيها جدا. كويس. فلما اتكلموا معايا اساسا ان هم يعملوا معايا يحققوا معايا ديل، فانا ما كانش عندي خط انتاج للصابون ولكن عندي خطوط انتاج للسوائل اللزج اللي هي شامبوهات والزيوت والكريمات والحاجات الاخرى. خط الانتاج الصابون بيحتاج تكلفه وبيحتاج مساحه كبيره. تمام. فانا طبعا كنت سعيده وكنت بسعى لذلك، انا كنت بسافر على حساب الشخصي عشان اسعى لذلك ان انا. ما حاولتيش تتواصلي ليه مع مثلا وزاره التجاره والصناعه؟ ما حاولتيش تتواصلي مع مثلا اجهزه الكل الجهات المنوطه بدعم الصادرات؟ يا فندم انا رحت ولفيت كعب ده 3 سنين. المهم بعد ما رجعت من جنيف ثاني يوم على طول خدت ملفي ورحت وعملت مسح شامل للبنوك والاجهزه المعنيه اللي هي المسؤوله عن التمويل، ولكن للاسف الشديد ما لقيتش حد عنده رؤيه استراتيجيه للمشروع نفسه. ليه؟ بصي حضرتك دي قصه طويله عريضه، وقت البرنامج مش هيسمح في الوقت الحالي. لو حبيتي تلخصيها في كلمتين، هم عدم اقتناعهم بالفكره لتمويلها ايه؟ ليه؟ تعنت من جهة معينة عشان كان حد عايز ياخد مني المنتج يسوقه من الباطن بطريقته هو، وياريت كان أصلا عرض علي سعر يتناسب معي لكن بيعرض علي سعر مش جايب ربع تكلفة المنتج نفسه. عشان كده أنا رفضت. تمام. والجهة المعنية دي وأنا عندي أوراق تثبت ذلك، كل أوراقي تثبت ذلك، أنا ما بقولش كلام كده. وكان أنا في نفس التوقيت اللي الجهة المعنية دي بدون ذكرها دلوقتي على الهواء، الجهة المعنية دي جهة حكومية؟ ايوه يا فندم. والجهه دي كانت عايزه يعني تنسبها لمين الفكره؟ حد عندهم هناك موظف كان عاوز ياخد ويسوق هو بطريقته من الباطن. تمام. في حين ان انا كان عندي كشف حساب الحركه فيها في بنك حكومي وبنك تاني خاص، كان الحركه كبيره جدا وعندي الاوراق وعندي كشوفات الحساب اللي تثبت ذلك، ومع ذلك رفضت الجهه دي تمولني، في حين ان انا كان عندي ما يثبت ان في حركه وفي دخل وفي كل حاجه، الاوراق اللي كانت مطلوبه كلها كانت موجوده. ومع ذلك رفض، فاضطريت ان انا مش عايزه اضيع فرصه التصدير مني. فاضطريت ان انا طبعا اندي ايدي على الفلوس اللي موجوده عشان اعمل خط انتاج صغير اطلع بيه فرصه التصدير. مش عايزه لما انا اكتب على البيج عندي ان في منتج مصري بيتصدر لسويسرا الوضع هيكون ايه؟ يبقى مختلف تماما. فطبعا اضطريت ان انا اعمل خط انتاج صغير. اثناء ما انا بجهز خط انتاج الصابون بتاع قشر الرز ده وكل ما يخص عمليه تشغيل الصابون، حصلت ظروف اقتصاديه اللي مرت على البلاد كلها على مستوى العالم، فبالتالي انا وقعت. من وقتها لغايه دلوقتي، من نهايه 2016 لغايه وقتنا هذا، وانا مش عارفه اشتغل. انت بقالك سنتين في تعثر، فبدات اكيد داخله في 3 سنين حضرتك من بدايه 3 سنين. فطبعا انا المصنع واخده ايجار، الايجار تراكم عليا، صاحب المصنع حاجز على المكن كله وكل معداته وكل ما يخص عمليه التشغيل سواء اذا كان من منتج نهائي او مخزون عندي. حاجز عليه وقفل وغير الكالون، وانا دلوقتي قاعده من غير شغل بقالي بتاع حوالي ما يقرب من 6 7 شهور. يعني خالص نهائي، ما فيش شغل نهائي. طيب قولي لي يا استاذه امينه، انت دلوقتي لو يعني طلباتك تحديدا، مثلا لو احنا دلوقتي بيسمعنا احد المسؤولين او حد من مثلا هنتكلم، انت استغاثتك كانت للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن خلينا نتكلم بالشكل العملي. لو مثلا احنا معانا دلوقتي حد من المسؤولين بيسمع حضرتك، ايه الطلبات اللي انت شايفاها وانها تحل المشكله دي ويبقى في منتج يبتدي يشتغل ويبتدي يرجع تاني دوره الحياه ليها؟ محتاجة تمويل بأقصى سرعة ممكنة. تمام. محتاجة تمويل بأقصى سرعة ممكنة ومكان أنقل فيه، لأن صاحب المصنع خلاص يعني عشان أدي صاحب المصنع المديونية اللي ليه وأخد حاجتي وأنقل في مكان تاني وأعرف أشتغل، لأن في فرص تصدير جاية لي وخصوصا لصابون قشر الرز ومش عارفة، لأن الصابونة ممتازة جدا. يعني أنت جاية لك الفرص ومش عارفة تشتغلي؟ أنا ضاع مني فرصة تصدير للصين والدول تانية بسبب إن أنا المصنع مقفول ومش عارفة أشتغل. هل تواصلتي مع اي جهه، معلش سؤال اخير، يعني حتى جهات اللي هو جهاز تنميه المشروعات، كل يعني الاجهزه اللي بتمول؟ مفيش يا فندم. رحت يا فندم انا بقالي 3 سنين بلف كعب داير على كل الوزارات، وفي النهايه بيصب في الجهه اللي هي المتعنته معايا عشان هي اللي بتدي القرار، وفي النهايه ما تاخدش.
طيب وانت معاكي كل ما يثبت ذلك؟ معايا كل ما يثبت ذلك. طيب انا اتمنى يعني صوتك ان شاء الله يوصل لكل المسؤولين، وبضم صوتي لصوتك، وان شاء الله باذن الله يكون في حل من خلال برنامجنا باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله يعني يحصل انفراج قريب، وتدعينا بقى ان شاء الله يكون كده للمصنع بتاعك الجديد، ويكون ان شاء الله في انتاج وفي تصدير، ويكون اسم المنتج بتاعك يحمل اسم مصر في كل انحاء العالم. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يكون في انفراج قريب. يعني انا يعني احنا ان شاء الله يعني اشكرك طبعا الاول الاستاذه امينه، واتمنى ان كل الجهات المعنيه اللي موجوده، اذا كنا احنا بنشجع الانتاج، واذا كنا وهي فعلا زي ما هي قالت، لو الرئيس عبد الفتاح السيسي سمع الكلام ده وسمع الفيديو ده اكيد مش هيرضي ده. انا اثق في ان اذا كنا اتجاه دوله، ده اتجاه يعني، اذا كنا بنتكلم على ان احنا دلوقتي بنسعى للتنميه وبنسعى لتحقيق الانتاج، وازاي ان احنا ممكن نعمل حاجه ويكون فيها اختراع كمان وعليها طلبات وعليها وفي يعني مطلوب منها تصدير، فعلا حاجه اكيد يعني توجع قوي. يعني ازاي هي بتسعى بقى لها 15 سنه لتحقيق حلم، ولما يتحقق فتتوقف علشان تعنت جهه ما او شخص ما، مش هنقول الجهه عشان ما نعممش، شخص ما ان هو تعنت فيوقف كل ده، ويكون في فرص لناس انها تشتغل في ده، وان يكون في عندك اسم مصر المنتج جديد، ابتكار جديد. اتمنى ان يكون في يعني عدد من الاجهزه تسمعنا وتسمع الكلام بتاع السيده ده، تحاول انها تحل لها مشكلتها قدر المستطاع بقدر الامكان وفي اسرع وقت. حرام يكون في منتج بيتعمل كده وبعدين للاسف يعني تتوقف حياتها وحياه كل الاحلام اللي هي كانت بتتكلم فيها والناس بتشتغل معاها، و و و دايره كبيره ممكن او دوائر كتيره متوصله ببعض. معانا تليفون السيده وبياناتها اللي عايز يتواصل معاها، واتمنى ان احنا برضو ان شاء الله نحاول نسعى ان احنا نساعدها، نتواصل مع جهاز تنميه المشروعات ونشوف ازاي ممكن تكون في حل المشكله بشكل سريع، بحيث انها تقدر تلحق توفي بالصادرات اللي جايه لها. احنا ان شاء الله بقى هنستقبل كل مداخلات حضراتكم. معانا دلوقتي وقت كويس قوي، معانا اول تليفون ولاء من المنيا. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايوه لو سمحت حضرتك سامعاني كده؟ سامعاكي، اتفضلي. انا كنت محتاجه بس حد يساعدني، انا ارمله وكنت محتاجه حد يساعدني ان انا عليا دين وكنت محتاجه حد يساعدني ان انا اشتغل اعمل مشروع يعني واشتغل. انت عليكي دين وعايز تشتغلي، يعني محتاجه يعني مساعده في ان تعملي مشروع؟ انا كان مريض كبد، وكنا من سنتين كنا بنعمل يعني تحاليل واشعه على اساس ان احنا نزرع كبد وكده، فللاسف يعني توفاه الله، ما كناش لسه لقينا الفصيله بتاعته، وساب يعني عليا مبلغ كبير. ف في ناس يعني سالت لي المدنيه دي وقالت احنا مسامحينك انت ولادك وجوزك الله يرحمه، ربنا يبارك فيهم. وفي ناس طلبت يعني فلوسها. اخذت جوزي كان موظف، اخذت منه من يعني بعد المعاش بتاعه يعني وكده فلوس برضو سددت بيها، فتبقى عليا مبلغ لحد الان 35000 جنيه. وانا مش عارفه اعمل ايه، انا معاشي 1000 جنيه ومش عارفه اتصرف ازاي ولا عارفه اعيش بيه. معاكي اولاد يا ولا؟ ايوه معايا 4. ربنا يخليهم لك يا رب. اكبر طفل كام؟ معايا 4 مراحل التعليم المختلفه، في كليه وفي ثانويه عامه واعدادي وابتدائي. وانا مش عارفه يعني مش عارفه والله. ربنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحلها. سامعاني؟ ان شاء الله باذن الله ربنا يحلها. سيبي بس بياناتك وان شاء الله نحاول ان احنا نوصلك بالجهات اللي ممكن تساعدنا في سد الدين. الو، في حد سامعنا دلوقتي وحابب ان هو يساعدك؟ سيبي بس بياناتك تليفونك، والله المستعان. ربنا ان شاء الله يعينك يا رب ويسدد معاليك يا رب. معانا محمد من الفيوم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. والله احنا حضرتك عندنا مشكله في عزبه اسمها عزبه اودو تبع عقاره الدسميه مركز الفيوم تبع الوحده المحليه للفرن. والله انا حضرتك العزبه بتاعتنا بتربطها المصالح المشتركه من العزبه المجاوره عزبه الشركه، المدرسه الابتدائي والفرن والارض الزراعيه والمدافع وكل المصالح المشتركه بين العزبتين. بيقسم العزبتين خط سكه حديد. ايوه. ما فيش اي حاجه تدل على مرور القطار. مفيش اي حاجه. ايه معلش؟ مفيش اي حاجه بتدل على مرور القطار، ولا نزلقان ولا اي ولا جهاز انذار ولا اي حاجه. يعني في قطار بيمر ما بين العزبتين بالظبط يا حبيبي، صح كده؟ وان هو طبعا يعني اللي فاهماه من كلامك ان بيبقى فيه مرور يعني مره كتير من المنطقه دي عشان عزبتين جنب بعض.
بالظبط، ده غير طلاب مدارس المرحله الابتدائيه واي حد يخرج من العزه، احنا ما لناش مخرج. مفيش بقى مفيش مزلقان ومفيش ايه تاني بتقول؟ مفيش اي حاجه تدل ان في قطر معدي ولا مزلقان ولا اي حاجه. احنا بقى لنا سنين بنطالب بنعمل مزلقان، طبعا السكه الحديد رافضه، وكل ما نتكلم يقول لك ممنوع انشاء مزلقانات. ليه؟ فانا اللي ما اعرفش، هي السكه الحديد لك ممنوع انشاء المزلقانات، واحنا المساحه عندنا ما تكفيش لكوبري او نفق او الحاجات دي كلها. طب ماشي، هو رافضين مزلقان ليه طيب؟ والله يا فندم احنا النائب الدايره نائب سلطان قدم طلب واترفض، ما اعرفش بقى نهايه السكه الحديد لك ممنوع انشاء مزلقانات. طب اتفضل قول اقتراحك، قول اقتراحك. احنا مش طالبين حاجه اكتر من مزلقان يحمي اطفالنا ويحمينا كلنا، احنا ما لناش اي مخرج من العزه المنوره الا ان احنا نعدي على السكه الحديد. وطبعا لا مش عارفين احنا نعمل ايه. هل في اسباب يعني؟ هل هو لما النائب قدم الطلب ده وهم رفضوا، هل في اسباب للرفض؟ يعني هل في اسباب فنيه؟ يعني مش يعني اكيد مثلا المكان لا يسمح او مثلا ما شابه؟ هو بيقول ان المسافات قريبه للمزلقانات القريبه، طبعا المسافات ما هم اللي ذاكرين اقرب مزلقان لينا على بعد 2 كيلو. تمام؟ طيب اتمنى لو في حد دلوقتي سمعنا من هيئه سكه الحديد يرد علينا، واحنا ان شاء الله نتواصل معاهم. لو هما مش سامعيننا سيب بس بيانات الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ومثلا تليفون للتواصل، وان شاء الله الله المستعان. معانا عبد الحميد من البحيره. الو عبد الحميد. ايوه يا فندم. اتفضل. الو. ايوه اتفضل. حضرتك معايا؟ معاك والله، اتفضل. والله انا بشتكي من وضع الميه عندنا في شبرا خيط. الميه مقطوعه بقالها شهرين. وبحجه ايه يا مدام لو سمحتي؟ بحجه ان الشده الشتويه اللي محطه الميه بتقول عليها. طب الشده الشتويه خلصت، والخطابيه ترعت الخطابيه اللي بياخدوا منها الميه جت واتملت. ورغم كده مفيش ميه خالص بتطلع الدور الخامس. وان اشتكينا يقول لي ركب موتور. طب اركب موتور ازاي وانا راجل دلوقتي في المعاش، وحضرتك عارفه المعاش يعني قد ايه؟ يعني الميه ما بتوصلش للادوار العاليه، بس موجوده في الادوار اللي تحت؟ الدور الاول او الثاني، والتاني تيجي سرسوب كده. رغم ان لمؤاخذه انا كنت في شركه الميه، في الشركه اللي عملت محطه الميه عندهم مواتير تطلع لعشر دور. واخده بال حضرتك؟ طيب. يعني عندهم مواتير تطلع لعشر دور، بس اجي اتكلم مع الموظفين اللي هناك في قسم الانتاج يقولوا لي المهندسه شيرين والمهندس محمد حسان مدين تعليمات بان ضغط الميه لازم يكون خفيف. طب خفيف واحنا ذنبنا ايه؟ انتوا عندكم مواتير لمؤاخذة تطلع لعاشر دور. طيب لا تكون ممكن تكون في اسباب فنيه، انا ما اقدرش ارد، يعني لازم اكيد في عندهم رد يقولوه، لازم نسمع ردهم. فسيب حضرتك برضو بياناتك ونشوف هم يعني ردهم ايه على المشكله دي وازاي ممكن يكون حلها. معانا مين؟ معانا فتحي من البحيره. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا حضرتك من قريه اسمها قريه الروقه. الروقه محافظه البحيره مكه تربه. اهلا بيك. القريه بتاعتنا دي من احسن القرى. يعني خشوبه في ارض زراعيه وقرى منتجه، والناس الفلاحين بتوعها ناس نشطاء جدا. كويس قوي. بس المشكله عندنا في الطريق حصل ايه؟ شركه الميه عملت سجادات في مصير الميه كده وكسرتها في الطريق. مشكلته عشان احنا نتوافق منتجاتنا الزراعيه، احنا منتجاتنا بتوصل القاهره وطنطا واسواق العبور كلها في اسكندريه كمان. المشكله بقى في الطريق، وعندنا بقى مشكله في الصرف الصحي. ما عندناش صرف صحي نهائي. يعني انتوا قريه منتجه انتوا بتنتجوا منتجات ايه بقى؟ احنا مشكلتنا في حاجتين. لا بتنتجوا منتجاتكم ايه؟ منتجاتكم الزراعيه ايه؟ منتجاتنا كل المنتجات الزراعيه، خضروات وزراعات حقليه. يعني هي قريه منتجه الناس فيها الخضروات بحل. طيب الناس الفلاحين اللي فيها، طب اسمعني بعد اذنك، يعني انتوا الناس الفلاحين اللي فيها الناس ما يعني سامعني؟ الو؟ طيب
طيب معلش الخط فصل. يعني اعتقد ان انت مشكلتك كنت يعني اكيد عندك مشكله في الطريق هناك والصرف الصحي، ودي برضو نقدر نوصل المشكله دي لمحافظ البحيره اللواء هشام امنه، وهو متعاون معانا جدا، ان شاء الله نشوف حلها. هل اكيد موجوده عنده في الخطه بتاعته؟ هتبتدي امتى؟ هل هو نحطها في الخطه العاجله نساعدهم طالما هي قريه منتجه والناس هناك بتنتج؟ وده اللي احنا دايما بندور عليه، ازاي يكون احنا بندور على الانتاج. عارفين فكرة الانتاج؟ يعني ليه بنتكلم دايما عن الانتاج؟ لان اي قرية بتنزلها، لو القرية دي زي ما شفنا كده في اللي احنا نزلناها وشفناها من شوية، قرية سيدنا سليمان وبلال بن رباح، انما الناس ما تكونش منتجة بتبقى محتاجة الدعم. يعني الناس دي بتبقى عبء على الدولة وعبء على المجتمع، ولكن لما يكون هو منتج بتحل الأعباء دي كلها، وبيكون هو يقدر يعني يقدر يتعايش مع نفسه. ده هو دي التنمية، ودي أصل التنمية، اللي هو إزاي يقدر يحقق لنفسه الكفاية الذاتية، وإن هو إزاي يقدر ينفق على نفسه وعلى أولاده ويكون يعني مستور. فلما يكون عندنا قرية برضو زي كده منتجة، محتاجين إن إحنا أيضا ندعمها، لأن الطريق اللي بيوصلها بالقاهرة اللي هو بيوصل بقى وصل المنتجات دي، محتاجين ان هو برضو يكون ان شاء الله يعني اتمنى ان هو يكون ليها حل قريب جدا. وايضا الصرف الصحي من اهم برضو الحاجات، لانه البنية الاساسية اللي هم بيحتاجوها هناك. معنا مين؟ معنا محمد من البحيرة. الو. الو استاذ وفاء، اهلا بيك، اتفضل. نورة والله العظيم، ربنا يخليك. شكرا، مبروك الموعد الجديد اللي هو عشان الناس بحالها تكون صاحيه وتشوف حضرتك يعني. طب كويس والله، اتمنى ان هو الميعاد ده يعجبكم يعني. والله انت من زمان يعني بصراحه، وانت من ورا شاشه قناه المحور. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. محمد عمر من قريه كوم دبش كف الدار بحيره. اهلا بيك حضرتك. احنا كنت جت حضرتكم وصورتوا عندنا وشرفتونا وعرضت المشكله بتاعتنا. وقام السيد يعني المحافظ والمستشار الاعلامي المحترم جمال ابو الفضل وشالوا الزباله ونظفوا البلد بصراحه يعني. الحمد لله. حضرتك في مشكله، كانت في سيده استغاثت من برنامج تكافل وكرامه. ايوه. حضرتك الست دي طبعا لحد دلوقتي جيبوا كيلو وزاره التضامن وقال ان شاء الله هتصرف لي. شوف انت مستعرضه الحلقه بتاعتنا بقى لها كام شهر ووزعتيها، ولا لحد دلوقتي حضرتك ما فيش حاجه. ورحت توجهت للسيد مكتب المحافظ وخدت كشف بالناس اللي هي مقدمه في تكافل وكرامه. قسم بالله يا استاذه وفاء، قسم بالله ناس محتاجه فعلا يعني. أيوه. يعني انا يجي الناس يشوفوا الحاله بنفسهم يعني. انا عايز بتوع التضامن يجوا يشوفوا حاله الناس ديت. تمام. واللي يستاهل يدوله، مقدمين بقى لهم سنتين وعملوا تظلمات وروح المكتب مكتب التضامن في كف الدوار، دي يرمين الده ودي يرمين الده. ورحت لوكيل وزاره دمنهور ومفيش اي استجابه. وحضرتك طبعا ديت بخصوص تكافل وكرامه. حضرتك طيب. احنا عندنا القريه، انا بعت لك صور على الصفحه بتاعتكم، حضرتك يا ريت تشوفيها. قسم بالله الشوارع مليانه يعني بصراحه. احنا مش عايزين حاجه، انا جبت لميت فلوس وعملنا الطريق، بس كويس. احنا محتاجين حد من الوحده المحليه. احنا عندنا سيده ماسكه الوحده المحليه، انا مش عارف يعني هي متعنده كوم تمشوا ليه. فاحنا قلنا لها يا ست هاتي، اما تيجي بنت واقفه ولا موظفين الوحده المحليه ومجلس المدينه واقفين ويمسحوا البلد ويجيبوا لنا، بس يجيبوا لنا كمان. احنا لمينا فلوس وجبنا كسر وعملنا الطريق نخش منه. وحضرتك يعني المشكله، معلش برضو عشان افهمك، انت دلوقتي مشكله اللي هي بتاعت التضامن، ان شاء الله نشوفها مع وزاره التضامن. طريق في الطريق حضرتك، احنا عايزين بس يجيبوا لنا لودر ويجيبوا لنا كام نجله كسر تربه بس نعرفوا نخش ونطلعوا البلد بس. حضرتك طيب خلاص ان شاء الله. احنا طالبينه من السيد جمال ابو الفضل المستشار الاعلامي المحترم والسيد محافظ البحيره. خلاص ان شاء الله باذن الله تتحل. ويعني اشكرك جدا، سيب بس بياناتك مع زمايلي في الاعداد وبيانات السيده اللي انت بتقول عليها. وهو بصراحه برضو يعني زي ما قلت تاني، بعيد من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ان يعني هم متعاونين معانا والمحافظ متعاون معانا في محافظه البحيره، وهو ده شغله يعني، هو بيتعاون مع الناس يعني. ولكن اكيد عنده اولويات، وان في مثلا اكيد يعني هو حاطط مراحل معينه طبقا للميزانيه اللي عنده. فاكيد زي ما قلت كده، ننسق في بعض ونشوف واحده واحده، واحنا بنتابع. وانتم كويس ان انتم بتتابعوا واحنا بنتابع، وان شاء الله باذن الله يكون في حلول قريبه. معنا مين؟ ايوه معنا احمد. منين احمد؟ الدقهليه. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معاك احمد مكاومه الاهليه. اهلا بيكي، اتفضل. مساء الخير يا استاذه وفاء، ومبروك الميعاد الجديد اللي اسعدنا جميعا بجد والله. والله كويس ان انتوا مبسوطين من الميعاد الجديد ده، كويس الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. يا ربنا يجعلك الخير، اتفضل. لا انا بجد يعني اسعدنا جميعا فعلا يعني، ونتمنى وبطلب من الدكتور حسن راتب يا ريت يبقى فيه يومين في الاسبوع ان شاء الله البرنامج المحترم ده ان شاء الله. اشكرك، اتفضل. انا في مشكله يا استاذه وفاء، في مشكله موجوده، يا ريت انا بناشد مدير امن الداخليه سياده اللواء محمد حجي يبقى في قوات عند مدرسه الصنايع بالمقاطعه مركز السنبلاوين. المدرسه مشتركه بنات وبنين وفيها في حدود 3000 طالب، فبيشربوا مخدرات حوالين المدرسه. الطلبه بيشربوا مخدرات، الطلبه هم اللي بيشربوا المدرسه. بنات واولاد ولا اولاد بس؟ من شهر بالظبط يا استاذه وفاء. بيشربوا مخدرات. بنات واولاد ولا اولاد بس؟ الاولاد. الاولاد مخدرات في الاراضي اللي حوالين المدرسه. ايوه. لا اولاد، اولاد. تمام، عادي بقى دلوقتي بقى في بنات برضه. المهم ان المدرسه دي بتخدم الشرقيه والداهليه. ما هي مرحلتين يا استاذه وفاء. تمام. مرحله اخر النهار ومرحله الصبح. انت بتطالب ان يكون في خروج البنات. اثناء خروج البنات الشباب بيقفوا بيعملوا مشاكل، يعني الشباب دول من المدرسة ولا بره المدرسة؟ لا المخدرات بره المدرسة. لا الولاد اللي بيشربوا مخدرات دول طلبة في المدرسة؟ ايوه يا فندم، بره المدرسة المخدرات. لا هم طلبة؟ هم طلبة؟ طلبة. طلبة. طلبة من المدرسة نفسها؟ طلبة من مدرسة الصبيان اللي هي المشتركة دي يعني. تمام. لأن الأولاد بيدخلوا الظهر. أيوه والبنات أيوه. والبنات بيدخلوا الصبح. فيكونوا بيشربوا مخدرات قبل ما يدخلوا. في حدود 5000 طالب وطالبه. فالمهم من شهر ونص بالظبط مسكوا سنج ومطاوي ودخلوا على المدرسه وفي سلاح ناري واصابوا الطلبه واصابوا مدرسين. وجت النقطه اللي هي في المقاطعه بالقوات بتاعتها بتاع 4 غفر ولا امين شرطه ولا كده، ضربوهم وبهدلوهم. يعني امين الشرطه اتبهدل خالص. وانا مش محتاجه امين شرطه بقى. اتفضل. بطلب من مدير الامن قوات، لا قوات تقف في عند المدرسه تحمي المدرسه وتحمي، لان المدرسه بتخدم من الشرقيه والداهليه بالقرى المحوطه كلها، يعني في بلطجيه بروحه. وكان في برضه ناس من خارج المدرسه اثناء الخناقه دي. تمام. يعني انا بضم صوتي لصوتك، ويعني بناشد ايضا وزاره الداخليه بازاي يعني كيفيه التفاعل بشكل اكبر في المنطقه اللي انت بتقول عليها. سيب بس بياناتها عشان لو حد اتصل بينا، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني يكون في حل سريع، ولو وصل الامر احنا ننزل بكاميرتنا، لان بجد المساله محتاجه وقفه جاده، خاصه الشباب الصغير والاطفال اللي بداوا يشربوا مخدرات لازم يكون واقفه من المجتمع ومن الاجهزه المعنيه زي وزاره الداخليه وكل الاجهزه اللي ممكن تكون منوطه. معانا مين؟ معانا الاستاذ جمال ابو الفضل المتحدث الرسمي من محافظه البحيره. اهلا بيك يا استاذ جمال. الو. اهلا بحضرتك استاذ وفاء. اهلا بيك، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل. احنا بنحيي سيادتك طبعا على برنامج سيادتك الهدف، وبنشكر سيادتك على زيارتك لمحافظه البحيره. اشكرك جدا. وانا بوعد سيادتك بالنسبه لاهالي شبراخيت، طبعا اللي حضرتك الفتره اللي فاتت كانت السده الشتويه، وده كان سبب رئيسي لانقطاع المياه عن بعض المناطق. ان شاء الله رب العالمين بالنسبه للمناطق دي هبعت عربيه ميه ان شاء الله رب العالمين حالا. ربنا يبارك فيك يا رب. يعتبر المشكله باذن الله في طريقها للحل تماما يعني. فيما يتعلق بقى بالطرق سيادتك، احنا يعني الحمد لله رب العالمين منذ تولي سياده اللواء هشام امن محافظ البحيره والمحافظه بتشهد طفره، واكيد سيادتك يعني لما جيت لاحظت فعلا ده. لاحظت ان في تغيير كلي وجزئي وفي تعاون. انا حاسه ان في تعاون يعني برضو عشان الواحد يقول الحق، وزي ما بنقول كده من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لا في يعني في استجابه، في تعاون، في لما بنقول في هنا كذا، وده اللي خلى المشاكل الكتير تطلع. يعني ما تزعلش وما تتضايقش بان بدات المشاكل، الناس كلها بقى ما صدقت ان في حد يعني بيستجيب لها، فبدات المشاكل الكتير. وربنا يعينكم ان شاء الله على حلها يعني باذن الله تعالى.
ربنا يخليك يا فندم، واحنا سعداء جدا. اشكرك جدا سيادتك وتحت امرك. اشكرك جدا وتحياتي للواء هشام امنه، وان شاء الله باذن الله تعالى ننزل تاني نشوف ايه اللي تم باذن الله. كل ما يكون في يعني متابعه كده، كل ما نحس فعلا بان جهودنا بتثمر بثمار ايجابيه. ربنا يبارك في كل اللي بيتعاون معانا وكل اللي بيشاركنا يا رب. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، خدنا الحمد لله بقدر الامكان يعني مداخلات كتيره قوي. نستقبل مداخلاتكم ان شاء الله برضو الجمعه الجايه باذن الله تعالى. يعني اتمنى النهارده ان انتم تكونوا استفدتوا قدر المستطاع من الوقت اللي انتم قضيتوه قدام الشاشه، ومبسوطه ان في ناس كتيره يعني عاجبها ميعادنا الجديد ده، وان هي قادره ان هي تشوفنا بشكل مريح ليها باذن الله. ربنا يبارك لينا يا رب، ويبارك لكم في اعماركم وفي صحتكم وفي عافيتكم باذن الله تعالى. ان شاء الله من خلال كل حاجه كويسه احنا بنقدمها بنحاول نقدمها نشوف مصر احلى. ان شاء الله القاكم الجمعه الجايه باذن الله تعالى، وباذن الله هقول لكم قبلها احتمال كبير ان شاء الله. ان شاء الله يعني هيكون معانا الدكتور سالم عبد الجليل، هيكون عندنا نفتح فيه ملفات مهمه جدا جدا هتهم حضراتكم، وناخد الوقت كله باذن الله من اول بدايه الحلقه نهايتها مداخلات حضراتكم وكل استفساراتكم باذن الله تعالى. اترككم في رعايه الله وامن، تصبحوا على الف خير.